ذاكرته اللي فات؟ ذاكرنا؟ أكيد؟ المرة الجاية هنعمل امتحان، المرة الجاية هنعمل امتحان إن شاء الله. على ال نركز بقى ماشي. المرة الجاية هنعمل امتحان على الانفلاميشن والريبير والديس اوردرز اوف جروث، اللي هو أول اللي احنا خلصناه من المرة اللي فاتت. تمام، سؤالين كده في أول المحاضرة تحلوهم وأعلمه لكم يعني. والحاجات بس اللي انتوا اديتوها لي المره اللي فاتت معلش انا ما لحقتش اعلمها، فهجيبها لكم ان شاء الله المره الجايه. يعني اللي عمل الهوم ورك بتاع ريبيري دوني النهارده، والمره الجايه هجيب لكم الاثنين مع بعض ان شاء الله. فنذاكر كويس بقى للمره الجايه، مش هيبقى امتحان ريتن، مش ام سي كيو. احنا النهارده ان شاء الله هنبدا العملي في الجزء الاول من المحاضره، والجزء الثاني من المحاضره ان شاء الله ناخد جزء من النيوبليزيا. بالنسبه للعملي، اولا احنا المفروض مطلوب مننا ايه في العملي، او امتحان العملي فيه ايه؟ امتحان العملي فيه ثلاث حاجات. اولا مايكروسكوب وعليه سلايد، وانت مفروض وانت قاعد على الميكروسكوب تتعرف على السلايد وتكتب الوصف بتاعها. تاني جزء الجزء بتاع الداتا شو، اللي هو السكرين وعليها الصورة. الجزء بتاع الداتا شو ده بيتقسم لحاجتين، اولا جارز، الجار يجي اللي هي الجروس سبيسيمين تيجي على الداتا شون. ثانيا سلايدز برضو، بس سلايدز بدل ما هي على الميكروسكوب بتيجي على ايه؟ على الداتا شون. اي سلايد عليك في الكتاب، اي سلايد موجوده في الكتاب او بناخدها، فهي ممكن تيجي داتا شون. يبقى اي سلايد تيجي داتا شون، لكن حاجات معينه بس هي اللي بتيجي مايكروسكوب، مش كل حاجه عندنا في الكتاب بنشوفها على الميكروسكوب، حاجات معينه. طيب امتحان الميكروسكوب بيبقى مطلوب مننا زي ما قلت لكم تتعرفوا على الشريحه وتكتبوا وصف كامل للشريحه، لكن امتحان الداتا شو بيبقى مش مطلوب كده. امتحان الداتا شو بيجيب لك الصوره وعليها اسئله، الاسئله دي ممكن يطلب منك وصف، ممكن يطلب منك دايجنوزس، ممكن يسالك سؤال بسيط كده في حاجه في الصوره اللي قدامنا، ممكن يشاور بسهم على حاجه معينه. وطول ما احنا ماشيين هنقول ايه الاسئله اللي بتتسال وايه الـ الـ الاسهم بتشاور على ايه يعني. ماشي، طيب ده بالنسبه للعملي نظام الامتحان بتاعه. طيب بالنسبه هنذاكره ازاي؟ صور، اولا صور الداتا شو هي بالظبط صور الاطلس بتاع الاسم، يبقى مفيش حاجه في الداتا شو بتجيلنا غريبه. اي صوره بتجيلنا في الداتا شو سواء سلايد او سواء كانت جار، فهي بالظبط بالظبط الصوره اللي عندنا في الكتاب الاطلس بتاع الاسم. فلازم نهتم جدا بالصور اللي فيه، لان هي دي اللي بتجيلنا في الامتحان، مش بيجيلنا غيرها خالص. طيب والاسهم كمان، يعني الصوره والاسهم دي مهمه قوي ان نعرفها من الاطلس. طب احنا هنمشي ازاي؟ احنا كده يعني الايدنتيفيكيشن بتاع الصوره سهل، لما تقعد تتفرج على الصور كتير، يعني الفوتو ميموري دايما، انا بقول الفوتو ميموري ما بتخيبش، اللي هيتفرج على الصور كتير هيبقى سهل قوي عليه الايدنتيفيكيشن بتاع الحاجه في الامتحان، مجرد ان انت بس بتبص على شكل الصوره كتير دي هتبقى سهل قوي ان انت تعرف دي شريحه ايه في الامتحان. لكن المشكله عندنا كلنا بتبقى في ايه دايما؟ المهم عرفنا الصور اللي بتيجي في الامتحان هنعرفها منين؟ هنعرفها من الاطلس، بتيجي كوبي بيست زي الاطلس بالظبط. طيب بالنسبه بقى للحاجه اللي بتضايقنا كلنا هي حفظ الكومنت. حفظ الكومنت هيضايقك لو مسكت كل صوره في الكتاب وحفظت الكومنت بتاعها بالكلمه، الكلام ده انا ما بمشيش عليه. انا عندي سكيم، السكيم ده بنحفظه بياخد لنا جارين ثلاثه ساعات اربع جارات مع بعض، هو سكيم بنحفظه بنحطه في كل الجارات. انت عايز تحفظ بالكلمه في كل جار وفي كل سلايد، عندك القدره دي انت حر. في ناس عندها القدره انها تحفظ بالكلمه وتروح الامتحان تفتكره، في ناس عندها القدره انها تحفظ دلوقتي بالكلمه تروح الامتحان تلاقي نفسها مش فاكره اي حاجه. طيب يبقى الاحسن ايه؟ ان انا يعني احفظ سكيم ينقذني وقت الامتحان، ولا اعمل فيها بطل الابطال وان انا هحفظ بالكلمه واروح الامتحان ما افتكرش حاجه؟ هو الباثولوجي مش في العملي مش بينفع معاه غير السكيمات، فهنتفق مع بعض على السكيمات. السكيمات ديت هتاخد يعني هنستخدمها في كذا سلايد وفي كذا جار. تمام، بالنسبه للجارز
البرزنتيشن اللي بديها لكم فيه الصوره وجنبها السكيم، والسكيمات انا برضو ببقى كاتبها لكم على البورد. بالنسبه للسلايدز السكيمات بتاعتها وكل حاجه في البي دي اف الكتاب اللي انا حطيته لكم النهارده الصبح على الجروب. البي دي اف ده فيه كل ده للهيستو للصور اللي هي السلايدز مش للجرات، الجرات في البرزنتيشن بس، لكن البي دي اف الكتاب اللي انا نزلته لكم ده فيه ايه؟ السلايدز. طيب بس مش السلايدز اللي هي الصور بتاع الاطلس، لان صور بتاع الاطلس دي ملك الاسم مش هينفع احطها في كتاب باسمي. طيب امال الكتاب ده هينفعنا في ايه بقى؟ الكتاب ده هينفعنا في حاجه مهمه جدا، ان احنا الصوره الجروس تبقى سهله ان انا اعرف الجروس ده فيه ايه، لان هي حاجه كبيره والليجن غالبا بيبقى كبير وواضح. مشكلتنا دايما كلنا في الميكروسكوبيك سلايدز، يعني نادرا جدا لما بشوف حد من الطلاب اللي بيكون عنده التالنت اللي هو يقدر يميز الخلايا ويقدر يميز الباترن تحت الميكروسكوب او في صوره مايكروسكوبيك. دايما انتوا عندكم الصوره بتشوفوها حاجه بينك، حتى اقول لكم دي بينك في ازرق تقولوا مش شايفين ازرق، هي بينك. فانتوا مش بتبقوا عارفين باترن، مش عارفين شكل خلايا. فطبعا الكلام ده بيخلينا مش قادرين كويس ان احنا نكتب الوصف بتاع الشريحه، فدي بتبقى مشكله. فالكتاب اللي معانا ده فيه ايه؟ في الشريحه كل حاجه المفروض تكتب لها كومنت في الشريحه انا رسمها لك بايدي. يعني الخليه مدوره رسمها لك كوره، السيتوبلازم بتاعها كلير يبقى فيه فراغ ابيض كده، حاجه تفكرك بالكومنت. يعني الحاجه الكتاب اللي انا مديه لكم بتاع الهيستو الاطلس بتاع الهيستو اللي انا حطاه لكم ده علشان تحفظ كومنت بسهوله. الكومنت عندك مرسوم، وزي ما اتفقت معاكم الفوتو ميموري عمرها ما بتخيب ابدا. خلاص الصوره انا شفتها، صوره الاطلس شفتها، هعرف ايدنتيفاي في الامتحان. صوره الكتاب اللي انا بعته لكم شفتها، هعرف اكتب كومنت بمجرد ان انا بس ايه الصوره تلزق في دماغي. ويا سلام بقى لو انت روحت البيت عملت الصوره بتاعتك بايدك، رسمتها انت بايدك، هتثبت اكتر واكتر. تمام؟ فده اللي بنعتمد فيه في الهيستو. يبقى عشان خاطر ما نتوهش من بعض، الصور عموما بتاعه الداتا شو هنعرفها منين؟ من الاطلس بتاع الاسم. تمام؟ الكومنتات بتاعتنا هنعرفها منين؟ كومنت الجار هنعرفه بالسكيمات، كومنت السلايدز هنعرفه بالايه؟ بالسكيمات مع كتاب الرسومات اللي انا بعته لكم. طيب اللي احنا هناخده مع بعض طول ما احنا ماشيين في الدعم الفتره دهيت لغايه اللي هو امتحان اند اوف موديول، فاحنا هنشرح مع بعض النظري وهناخد محاضرات عملي. محاضرات العملي اللي هناخدها دي هتبقى فيها بس الجزء بتاع الداتا شو اللي هي سواء جارز او سلايدز، اللي هو يعتبر الاشمل، اللي هو الاشمل. طيب ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ يوسف سنه ثالثه عقبالكم زي محمد كده، ويعني ويوسف ومحمد الاثنين دول انا بصراحه ما شفتش زيهم في حياتي كلها. يعني سيبكم العلم، انا ما اعرفش اصلا تقديراتهم ايه، ماليش دعوه بالتقديرات، انا ما اهتمش بالكلام ده، لكن الاخلاق، اخلاق بقى يعني اكيد طبعا كلكم على 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 خلق يعني، بس يعني انا ما اعرفكوش قوي، بس الاثنين دول بصراحه انا ما شفتش زيهم في حياتي. وبصوا عندهم رمض وبيجوا يحضروا، يعني مش كارهين الباثولوجي، يعني ما عندهمش باثولوجي بس بيحضروا بمزاجهم. تمام؟ في ناس عندها باثولوجي مش عايزه اصلا جايه دايسه على نفسها بالعافيه. فاحنا هنلم مع بعض العملي الداتا شو بس. لكن الميكروسكوب ده هتبقى محاضره كده يعني قبل الامتحان بقى بتاع العملي بتاع، يعني هتبقى محاضره كده نعرف ازاي نايدنتيفاي الشريحه تحت الميكروسكوب، وبعد كده نبقى نروح نشوفهم مع بعض في المعمل. فهنأجل موضوع الميكروسكوب شويه، لكن طالما احنا حفظنا السلايدز من دلوقتي هتبقى انت اصلا حفظت الكومنت بتاع الميكروسكوبك، لان انا قلت لكم ان الداتا شو مالها اشمل. يعني احنا خلاص هنبقى خلصنا من موضوع الكومنت، هيبقى لنا بس ازاي نتعرف عليها تحت الميكروسكوب. هنأجلها لبعد الامتحان عشان نبقى مركزين فيها ونبقى خدناهم كلهم كده على بعض، فنقدر نعمل لهم ايه سكيم ونفرق بينهم كلهم. تمام؟ نبدا بقى المحاضره. هناخد الاول ان شاء الله الجزء الخاص بالجارز. عندنا النهارده 10 جارات و4 سلايدز.
اول جار هناخده النهارده الجار بتاع الفايبرينس بيريكاردايتس. يعني ايه كلمه فايبرينس بيريكاردايتس؟ او مبدئيا كده اي جار بيجي لنا المفروض بنتكلم فيه عن ايه؟ اي جار بيجي لنا في الامتحان لازم ابقى عارف عليه اولا السبيسيمن هو ايه، الاورجن اللي قدامي ده ايه بالظبط. ثانيا الكومنت بتاع الجار، الوصف بتاع الجار. ثالثا الدايجنوزس. يبقى دي ثلاث حاجات لازم ابقى عارفها في كل جار، السبيسيمن والكومنت بتاع الجار والدايجنوزس اللي هو التشخيص بتاع الجار ده. طيب اول جار عندنا بتاع الفايبرينس بيريكاردايتس. اولا يعني ايه كلمه فايبرينس بيريكاردايتس؟ كلمه فايبرينس زي ما احنا خدنا وشرحنا في الانفلاميشن قلنا ان كلمه فايبرينس دي يعني ايه؟ يعني اكيوت انفلاميشن. الاكيوت انفلاميشن دي بيكون فيها اكسس فايبرين ديبوزيشن. لما بيكون في زياده في الفاسكولار بيرميابيليتي في الانفلاميشن مش بتطلع فلويد وبس، دي بتطلع فلويد ومعاها فايبرين، والفايبرين بيبدا ايه يترسب. ده اللي حصل هنا في البريكارديوم. البريكارديوم حصل فيه ايه؟ حصل فيه فايبرينس انفلاميشن، فبقى البريكارديوم متغطي بطبقه من الفايبرين. طيب شكله عامل ازاي الفايبرين ده جروسلي؟ مبدئيا كده البريكارديوم الطبيعي بيكون بالمنظر ده اللي هو الايه، الجزء اللي هو لونه بيلمع ده. بتكبرش؟ لا بس ممكن شغال. طيب تمام مش مشكله. طيب الفايبرين الطبيعي بيكون شكله عامل ازاي؟ اللي هو الجزء الابيض اللي بيلمع ده. سوري ده البريكارديوم الطبيعي بيكون لونه اللي هو الابيض اللي بيلمع ده. اول ما البريكارديوم يبدا يترسب عليه فايبرين يبدا لونه يبقى معتم، يبقى اوبيك، اسمه ضل اوبيك. والفايبرين ده مش احنا اتفقنا ان هو عامل زي الشبكه؟ فبقول ان هو ريتيكيوليتد. يعني ريتيكيوليتد يعني عامل زي الشبكه. ولونها ايه الشبكه دي؟ بتبقى لونها جريش وايت تو يلوش. فدايما اي حاجه هيترسب عليها فايبرين هتفقد اللمعان بتاعها. اي سيروس ميمبرين، مين هما السيروس ميمبرينز؟ بلورا او بريتونيوم او بيريكارديوم. اي سيروس ميمبرين هيبدا يترسب عليه فايبرين هيبدا يفقد اللمعان بتاعه. المفروض هو لونه جليسنينج بيلمع كده، لا هيبدا يفقد اللمعان بتاعه وهيبدا لونه يبقى ماله ضل واوبيك يعني معتم. وعليه فايبرين لو عامل زي الشبكه فهيبقى ريتيكيوليتد. لونه ايه الفايبرين ده؟ جريش وايت تو يلوش. فنحفظ اول سكيم عشان هنستخدمه في حاجات تانية، ان اي سيروس ميمبرين في فايبرينس انفلاميشن يعني في فايبرين ديبوزيشن هيكون ايه السكيم بتاع الفايبرين ديبوزيشن ده؟ ان الاورجن هيكون السيرفيس بتاعه او الاوتر سيرفيس بتاع الاورجن اللي هو مترسب عليه الفايبرين هيكون ضل واوبيك وريتيكيوليتد جريش وايت فايبرين ديبوزيشن. يبقى ده كده سكيم بتاع اي فايبرينس انفلاميشن. يبقى اي فايبرينس انفلاميشن هتقابلني في سيروس ميمبرين احط الكلمتين دول. ماله السيروس ميمبرين ده؟ سواء فلورا او بريكارديوم او اي حاجه، هقول ان هو ماله الميمبرين ده ان هو عليه دل اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت فايبرين ديبوزيشن. يبقى ده السكيم بتاع ايه؟ الفايبرينس انفلاميشن. طيب تعالوا بقى نطبق الكلام ده على الصوره اللي قدامنا. اولا احنا عايزين نقول السبيسيمن، السبيسيمن هنا ده قلب مقفول، ده الجار الوحيد اللي هناخده اللي هنلاقي فيه قلب مقفول. يبقى احنا عندنا اول حاجه السبيسيمن كلوزد هارت. طيب بعد كده عايز اوصف الوصف بتاعنا ايه؟ ان الاوتر سيرفيس بتاع الهارت او البيريكارديوم شوينج ايه؟ ضل اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت تو يلوش فايبرين ديبوزيشن. والدايجنوزس بتاعنا عباره عن ايه؟ الدايجنوزس بتاعنا فايبرينس بيريكاردايتس. يبقى احنا السبيسيمن بتاعتنا هنا ايه؟ closed heart. ايه الوصف؟ اول ما اشوف closed heart يبقى على طول دماغي تريكول السكيم بتاع الفايبرينس انفلاميشن اللي هو عباره عن ايه؟ ان الاوتر سيرفيس بتاع الهارت او البيريكارديوم شوينج ضل اوبيك جريش وايت تو يلوش فايبرين دي ارتكيوليتد فايبرين ديبوزيشن. تمام؟ في مشكله في الجار ده؟ طب السهم لما بيجي لي في الامتحان يجي لي يشاور على ايه؟ يا اما يشاور على الجزء بتاع النورمال بريكارديوم اللي هو الجليسينينج ده، يا اما يشاور على الجزء اللي هو ماله اللي عليه فايبرين ديبوزيشن. لو شاور لي هنا هقول ان ده نورمال بريكارديوم، طب لو شاور لي هنا هقول ان ده ايه؟
pericardium showing dull opaque reticulated grayish white fibrin deposition. تمام؟ طيب ايه كمان ممكن اتساله في الجار ده؟ ممكن يقول لي what is the nature of the lesion. نتعود كده سؤال النature of the lesion اما يجي لي يقول لي اللي قدامي ده ايه النature of the lesion فيه، يبقى قصده ان انا اقول ايه، هل الليجن اللي قدامي ده انفلاماتوري، ولو هو انفلاماتوري اقول ايه التايب اوف انفلاميشن، اكيوت ولا كرونيك، ولو كانت اكيوت يبقى سابريتيف ولا نون سابريتيف، ولو كانت نون سابريتيف تبقى اني نوع منهم. طيب يا اما اقول انها بيناين يا اما اقول انها مالجننت، دي غالبا النيتشر اوف ذا ليجنز اللي عندنا. فلما اجي اقول هنا وات از ذا نيتشر اوف ذا ليجن في السبيسيمن هنا، تقول لي انها اكيوت نون سابريتيف فايبرينس inflammation. وده سؤال مهم جدا يجي في الامتحان. يب نعم النيتشر اوف ذا ريجن ايه اللي هي النيتشر عموما، او لما يجي يسال على النيتشر اوف ذا ريجن في اي جار بيبقى قصده هي inflammation ولا benign tumor ولا malignant tumor. ولو هي inflammation المفروض ان انا اقول الانفلاميشن دي اكيوت ولا كرونيك، ولو كانت اكيوت تبقى سابريتيف ولا نون سابريت. طيب يبقى انا عندي هنا لما يقول لي ايه النيتشر اوف ذا ريجن في الجار ده، هقول انها مالها اكيوت نون سابريتيف فايبرينس انفلاميشن. يبقى ايه الاسئله اللي تجيلي في الجار هنا؟ اولا الاسهم، ثانيا النيتشر اوف ذا ريجن، ثالثا يقول لك اكتب الكومنت بتاع الجار، اوصف الجار، ديسكرايب الجار. عايز سؤال؟ هو النيتشر اوف ريجن هو الدايجنوستس؟ لا الدايجنوستس ده حاجه ثانيه، الدايجنوستس تقول لي فايبرينس بيريكاردايتس. تمام؟ او يطلب منك الدياجنوستس. تمام؟ كل الاسئلة دي ممكن تيجي على الجار. فيها مشكلة في الجار ده؟ يعني ده كده النورمال بيريكارديوم ده، يعني هو شال دي حتة فيها فايبرين، الفايبرين كان مغطي كله، شالوه عشان يوريك بس الايه. تمام مش مشكلة، اكتب اذا كان ده نورمال ولا اذا كان ده متغطي بفايبرين. تمام اللي هي المفروض الحتة دهيت. تمام والحتة اللي بتلمع دي اللي هي عبارة عن ايه. تمام في مشكلة؟ بعد كده هنتكلم عن جار تاني في هارت برضو بس قلب مفتوح open heart. يبقى السبيسيمن اللي عندي هنا عبارة عن ايه؟ open heart قلب مفتوح اهو، ولو ركزنا هنلاقي فيه مين؟ الحاجات دي اللي هي البابيلاري muscles. تمام؟ فعشان كده ده ايه؟ open heart. واللي بره اللي محوط الهارت ده من بره ده عبارة عن ايه؟ ده البيريكارديوم. اللي بره ده عبارة عن ايه؟ البيريكارديوم. المشكلة هنا بقى في الجار ده ان البيريكارديوم هنا فيه chronic inflammation. الكرونيك انفلاميشن اللي هنا ان هو في فايبروزس، البريكارديوم هنا في فايبروزس وفي اديجن. يعني ايه فايبروزس واديجن؟ يعني في كرونيك انفلاميشن حصل في البريكارديوم، ممكن يكون مثلا كانت في فايبرينس انفلاميشن وكده حصل له هيلينج باي فايبروزس، وات ايفر الكوز مالناش دعوه. المهم ان انا عندي الجار اللي فيه قلب مفتوح ده عباره عن ايه؟ عباره عن اوبن هارت وحواليه البريكارديوم اللي هو لونه ابيض ده في بريكارديال فايبروزس واديجن. طيب احنا خدنا من شويه السكيم بتاع الفايبرينس انفلاميشن في السيروس ممبرين. لما اي سيروس ممبرين عندي سواء بلورا او بريكارديوم مثلا يكون في فايبروزس واديجن، دول ما لهمش وصف، بيتكتبوا في الكومنت فايبروزس واديجن، ويتكتبوا في الدايجنوزس برضو ايه فايبروزس واديجن. يعني الفايبرينس انفلاميشن كنت بكتبها في الدايجنوزس فايبرينس انفلاميشن، بس لما بكتب في الكومنت بقول دال اوبيك ريتيكوليتد جريش وايت فايبرين ديبوزيشن. لا هنا بقى الموضوع ايه ابسط شويه، لما بيكون السيروس ممبرين فيه فايبروزس واديجن بقولها في الوصف فايبروزس واديجن، وفي الدايجنوزس ايه فايبروزس واديجن. فلما اجي اكتب هنا اولا السبيسمن اوبن هارت، ثانيا الوصف بتاعي ان البريكارديوم شوينج فايبروزس واديجن، والدايجنوزس بتاعي بريكارديال فايبروزس اند اديجن. تمام؟ والهارت ده معاه هايبرتروفي اوف التشامبر. يعني ايه هايبرتروفي ودايلاتيشن؟ يعني عنده مرض في القلب، لسه ما ناخد بقى الامراض بتاعه الكارديو فاسكولار، مخلي فيه تضخم شويه في عضله القلب. تمام؟ فدي ما ننساش بس ايه نكتبها.
يعني هي دي الليجن مش علينا بس ما ننساش نكتبه. احنا هنوصف البريكارديوم هو ده المفروض فيه فايبروزيس واتير تمام. طب بس ما تنساش بقى في النص انت بتوصف البريكارديوم توصف ان الكاردييك تشامبرز مالها فيها هايبرتروفي ودايلاتيشن وهتكتبها برضو نفس الكلام في الوصف ونفس الكلام فين في الدايجنوزس. يبقى الجور ده سهل جدا. بتعرف عليه ازاي؟ اوبن هارت وحواليه بريكارديوم. طيب الوصف بتاعه ان البريكارديوم فيه فايبروزيس واديجن. طب والتشامبرز مالها فيها دايلاتيشن او هايبرتروفي. طب والدايجنوزس نفس الكلام بريكارديال فايبروزيس واديجن وايه كمان وكاردييك تشامبر فيها هايبرتروفي تمام. يبقى انا شايفه قدامي حاجتين وبوصف حاجتين وبدايجنوز حاجتين. شايف ايه قدامي؟ ادي اوبن هارت اهو التشامبر اهو ادي ده كده الوول بتاع الهارت اهو وادي البريكارديوم. لما اجي اوصف هوصف ايه؟ ان الوول ده او التشامبر دي فيها هايبرتروفي والبريكارديوم فيه فايبروزيس واديج. هكتب دايجنوزس نفس الكلام هايبرتروفي ودايلاتيشن في الهارت تشامبر اللي قدامي ده هي وبريكارديال فايبروزيس اند اديجن. اتفضل. نعم اديجن لما الحاجه بتكون فيها فايبروزيس فيها كرونيك انفلاميشن ممكن تلزق في اي حاجه حواليها يعني تلزق في الميدياستينوم اللي حواليها لو بلورا تلزق برضو في الميدياستين فالتلزيق يعني الفايبروستيشن بيلزق في اللي حواليه مبقاش في الاورجان بس عشان كده بيسموها اديجن تمام. طيب يبقى الجار هنا لما يجي يشاور لي بالسهم على الابيض اللي بره ده ماله؟ بريكارديوم شوينج فايبروزيس اند اديجن. لو شاور لي على البني اللي جوه ده دايليتد او هايبرتروفايد كاردييك تشامبر. طيب ممكن يقول لي قول الدايجنوزس او اوصف الجار. طيب ايه كمان ممكن يسالني؟ وات از ذا نيتشر اوف ذا ليجن ان ذيس سبيسيمن. يبقى اقول له النيتشر هنا ايه؟ كرونيك انفلاميشن تمام. فايبروبلاستو كولاجين تمام فايبروزيس اللي احنا خدناه في الريبير المره اللي فاتت. طيب هو احنا ليه ما نمشي ده فايبروزيس وده فايبروزيس شويه ده مش هقوله الماضي برده عشان اصلا العيان ده متشخص ان هو فايبروزيس وقتير تمام. هو اوريدي متشخص كده اساسا تمام. احنا بناخد حاجه اوريدي متشخصه فبنوصفها يعني مش احنا واخدين صوره وبنشخصها من اول وجديد. هو ده عيان كان عنده كده تمام. فاحنا خدناه اكزامبل على الفايبروزيس والقتير تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي اخدنا الفايبرينس انفلاميشن في السيروس ممبرين واخدنا ايه كمان الفايبروزيس والقتيرز. في مشكله فيهم؟ طيب. بعد كده هناخد ثلاث جارات. الثلاث جارات دول فيهم لونج. ثلاث جارات اللي هاخدهم دلوقتي فيهم لونج. اتفضل سامعي؟ لا السهم الاولاني اللي على الابيض ده بريكارديال فايبروزيس واديجن والجوه ده هايبرتروفايد كاردييك تشامبر تمام. بعد كده هناخد ثلاث جارات. الثلاث جارات دول عباره عن لونج. اول جار فيهم هلاقي فيه مالتيبل كافيتيز. في كافيتي اهو في دايره اهي في دايره اهيت في دايره اهي وفي دايره تحت اهي. اللونج كلها حفر. لما الاقي عندي لونج تيشو واللونج تيشو كلها حفر بالمنظر ده فده اكيوت لونج ابسس تمام. الجار ده بتاع ايه؟ بتاع الاكيوت لونج ابسس. طيب ايه الكومنت او ايه السكين بتاع اي ابسس؟ مش الابسس ده سوبريتيف انفلاميشن؟ طيب اي اورجان عندي هيبقى فيه سوبريتيف انفلاميشن اي حاجه هتقابلني في المنهج مدى الحياه لغايه ما نخلص باثولوجي اي حاجه فيها سوبريتيف انفلاميشن في جار يبقى ده الوصف بتاعها. لو هو اورجان والاورجان ده فيه سوبريتيف انفلاميشن هيبقى اللايننج بتاع الاورجان ماله يلوش نيكروتيك اند شريدي. يعني ايه كلمه شريدي؟ يعني لو انا عندي ده كده الوول بتاع الاورجان مثلا شريدي يعني مهربد هلاقي حتت من التيشو ايه مقطعه كده تمام. فدي كلمه شريدي. شريدي يعني التيشو مهربد من كتر النيكروزس والانفلاميشن اللي فيه. يبقى اي اورجان عندي فيه سوبريتيف انفلاميشن اللايننج بتاعه يكون يلوش ليه؟ في بس في صديد تمام ونيكروتيك اند شريدي. طب افرضوا السوبريتيف انفلاميشن ده كانت عامله ابسس. ابسس يعني ايه؟ يعني حاجه لوكالايز يعني كافيتي. فاي ابسس بقى هيكون ليه نفس الوصف بس هوصف ان هو كافيتي. يعني هقول ان انا عندي كافيتي
عندي كافيتي، عندي كوره كده فراغ، واللايننج بتاعه ماله نفس الكلام، يلوش وشريدي ونكروتك. يبقى كلمه يلوش شريدي نكروتك بقولها في اي حاجه فيها سبريتيف انفلاميشن. لو السبريتيف انفلاميشن دي كانت ديفيوز يعني في اورجان، يبقى هقول يلوش وشريدي ونكروتك في اللايننج بتاع الاورجان. لكن لو كان الانفلاميشن دي عامله كافيتي، عامله ابسس، يبقى هقول كافيتي واللايننج بتاعه ماله يلوش ونكروتك وشريدي. يبقى دي ثلاث كلمات هحفظهم، هحطهم في اي حاجه فيها سابيراتيف انفلاميشن. تمام. هنا اللونج اللي عندي، اولا السبيسيمن عندي ايه؟ سكشن في اللونج. طيب شوينج ايه بقى الكومنت بتاعي؟ هقول ان اللونج فيها مالتيبل كافيتيز. الكافيتيز دهيت اللايننج بتاعها ماله يلوش شريدي اند نيكروتيك. تمام كده. طيب بس في حاجات في الجار ده سكيم عام، في حاجات بتبقى خاصة بالجار لازم اعمل عليها هايلايتر. وانا بذاكر كده مش هقعد هايلايت على كل حاجة، لا هايلايت على الحاجة اللي انا عايزها تنور في دماغي. ففي حاجة كده في الجار دايما لما اقول لك الحتة دي في الجار دونت فورجيت، يعني ايه دونت فورجيت؟ انت هتروح تنساها في الامتحان، فعشان ما تنساهاش تعمل ايه؟ تجيب قلم ماركر مختلف عن اللي انت بتذاكر بيه خالص، والحتة دي تلون عليها بالقلم الماركر المختلف ده. فلما تيجي في الامتحان قبل الامتحان تراجع، طول ما انت بتذاكر دايما اللون المختلف ده عمال يخبط في عينيك في المكان بتاع الجار. اما تيجي في الامتحان تروح تكتب الكومنت هتفتكر ان كان فيه اللون ده، فتفتكر ان في الجار ده في حاجه مختلفه المفروض اكتبه غير السكين. فناخد بالنا كده، اي حاجه اقول لك دونت فورجيت على طول وانت بتذاكر تعلم عليها بقلم مختلف عن القلم اللي انت بتذاكر بيه. طيب ايه اللي انا مش عايزه انساه في الجار ده؟ اولا ان فاكرين لما شرحنا من النظري وقلنا ان ساعات الابسس بيحصل له كومبليكيشن، بيحصل فيه جانجرين، اجزاء من الابسس بتتحلل وتسود عشان يحصل فيها جانجرين. ففي بعض من الابسس كافيتيز دي زي ده كده اللايننج بتاعه بدا يبقى بلاكش. فانا عندي الجار ده فيه ابسس كافيتي بس فيه سوبر امبوزد جانجرين، حصل فيها كومبليكيتد باي ايه؟ كومبليكيشن باي ايه؟ باي جانجرين. فما انساش في الجار ده ان فيه ايه؟ ان فيه جانجرين. دونت فورجيت رقم واحد ان فيه جانجرين. طيب رقم اتنين، ما انساش ان انا اكومنت على الكفرنج بلورا اللي هي الحته دي كده اللنج، البلورا اللي حواليها في الجار ده فيها فايبروزس واديجن. تمام. هما لقوه كده، العيان كان عنده كده، هو عنده ابسس وعنده اكيوت انفلاميشن جوه اللنج وكل حاجه، بس البلورا اللي بره اللنج بدات تعمل ايه؟ فايبروزس واديجن. يبقى ما انساش هنا وصف ان البلورا فيها فايبروزس واديجن. تالت حاجه ما انساش اوصف حاجه انا مش شايفها اصلا، ان الهايلر لينف نود هنا انلارجد، لان اللنج فيها سبريتيف انفلاميشن، والسبريتيف انفلاميشن حصل لها سبريد وصلت عن طريق الليمفاتكس وصلت للهايلر لينف نود. ايه الهايلر لينف نود دي؟ مجموعه من الليمف نود موجوده في الحته دي كده اللي هي في الهايلر بتاع اللنج، بس هي مش باينه هنا في الجار، بس طالما هي مكتوبه عندنا في الكتاب اخاف ان حد ينقصكم عليها في الامتحان، هي حاجه مش باينه قدامنا. فالجار ده السكيم بتاع الابسس كافيتي العادي بتاعي، ان انا عندي سكشن في اللنج شوينج مالتيبل كافيتيز، والكافيتي اللايننج بتاعها ثلاث كلمات يلوش شريدي نيكروتيك. بس ما انساش ثلاث حاجات، اولا ان سم كافيتيز شوينج بلاكش فوساي اللي هي ايه؟ جانجرين. تاني حاجه ما انساش ايه؟ ان البلورا مالها فايبروزس واديجن. ثالث حاجه ما انساش ايه؟ ان انا عندي دريننج ليمف نود او الهايلر ليمف نودز ار انلارج. يبقى لما اجي اتكلم عن الجار ده اول حاجه السبيسمن عندي مالها سكشن ان لونج، تاني حاجه الوصف ماله الوصف؟ ان انا عندي مالتيبل ابسس كافيتيز، اللايننج بتاعها ماله يلوش شريدي نيكروتيك ويز بلاكش فوساي. البلاكش فوساي دي سوبر امبوزد جانجرين، اتعود كده اي حاجه فيها جانجرين لازم اقول فيها بلاك، اي جانجرين لازم تبقى بلاك باي ديفولت كده جانجرين بلاك. طيب بعد كده ما انساش ان الكفرنج بلورا فيها فايبروزس اند اديجن، وحاجه مش شايفها اللي هي مين؟ الانلارجد هايلر ليمف نودز. تمام؟ اتفضلي. هو الاستسمنت ده يعني كده حصل اول حاجه انفلاميشن من البلورا بعد كده نقلت اللنج ولا او العكس؟ لنج كافيتي اللنج حصل فيها ابسس كافيتي، حصل فيها بعدها انفلاميشن في البلورا، والبلورا حصل لها هيلينج باي فايبروزس سريعا، فبقى الفلورا فيها فايبروزس واديجن، بس اللنج لسه ستيل اكيوت. لا عادي ممكن ملهاش قاعده، يعني ممكن حصل لها هيلينج بسرعه،
فاحنا خدنا الجار بالفايندنج بتاعه فاهماني. فدايما دايما احنا مش يعني اللي بيجي لنا عيان اوريدي دايجنوزد هو ده لما العيان ده مات وخدوا اللونج بتاعته لقوا ان اللونج فيها اكيوت انفلاميشن والبلورا فيها كرونيك انفلاميشن. السيناريو ما نعرفش بس غالبا ان كان في اكيوت انفلاميشن في اللونج حصل لها سبريد في البلورا والبلورا حصل لها هيلينج بدري تمام. ولو قال لنا النيتشر بتاعه الانفلاميشن ده يبقى سبريتيف انفلاميشن لو قال لي في البلورا ايه النيتشر اوف انفلاميشن ان ذا بلورا تبقى كرونيك انفلاميشن في اللونج تبقى اكيوت. هنقول دلوقتي الاسباب تمام. اولا ايه الاسهم اللي بتجيلي هنا في الجار ده؟ السهم اللي بره ده سهم على بلورا بلورال فايبروزس اند اديجن. طب السهم اللي هنا ده عباره عن ايه؟ مش ابسس كافيتي واسكت ابسس كافيتي ويز يلوش شريدي نيكروتيك لايننج. طب لو شاور لي على اللي تحت ده يبقى ابسس كافيتي ويز شريدي يلوش نيكروتيك لايننج والسوبر امبوزد جانجرين بين قوسين بلاكش فصال تمام. طيب لو قال لي وات از ذا نيتشر اوف ذا ليجن ان ذيس جار في اللونج هنا النيتشر اوف ذا ليجن في اللونج اكيوت سوبريتيف انفلاميشن. طب الليجن اللي في النيتشر اوف ذا ليجن في البلورا لا دي كرونيك انفلاميشن بقى تمام. طيب ايه الدايجنوزس بتاع الجار عندنا؟ مالتيبل لازم اكتب كلمه مالتيبل ان هم اكتر من واحد مالتيبل اكيوت لونج ابسيسيز ويز سوبر امبوزد جانجرين. تاني حاجه بلورال فايبروزس اند ادهيجن. تالت حاجه انلارجد هايلر لينف نودز. يبقى الدايجنوزس بتاع الجار ده ثلاث حاجات. ايه هم الدايجنوزس بتاعهم؟ مالتيبل لونج اكيوت لونج ابسيسيز ويز سوبر امبوزد جانجرين. تاني حاجه بلورال فايبروزس اند ادهيجن. تالت حاجه انلارجد هايلر لينف نودز. لما دايما لما تلاقي الجار عندك كبير او الوصف بتاعه كبير زي الجار ده تعمل ايه عشان ما تنساش فيه حاجه؟ ما تحفظش الوصف. لما تلاقي الوصف كبير ما تحفظش الوصف. امال تعمل ايه اللي تحفظه؟ احفظ الدايجنوزس ماشي. يبقى انا عندي الجار ده فين الدايجنوزس بتاعه؟ اهو مالتيبل لونج ابسيس والسوبر امبوزد جانجرين بلورال فايبروزس اند ادهيجن وانلارجد هايلر لينف نود. عشان احفظ ثلاث حاجات دول ما تحفظش وصف. ابدا بقى من خلال حفظك للسكيمات اللي احنا قايلينها تقوم محول الدايجنوزس لايه؟ لوصف لكومنت. اولا انا اول حاجه قلتها في الدايجنوزس ان هي مالتيبل لونج ابسيس هكتبها ايه في الكومنت؟ مالتيبل لونج كافيتيز ويز يلوش شريدي نيكروتيك لايننج. طب سوبر امبوزد جانجرين يبقى ويز بلاكش فصاي اكتبها بلاكش فصاي في الكومنت. طيب انا عندي كاتبه بلورال فايبروزس اند ادهيجن. بلورال فايبروزس ادهيجن في الدايجنوزس مقابلها ايه في الكومنت؟ زي ما هي بلورال فايبروزس وادهيجن. طب انلارجد هايلر لينف نود في الدايجنوزس مقابلها ايه في الكومنت؟ زي ما هي برضه تمام. يبقى لما تلاقي جار مضايقك والجار فيه عك كتير احفظ دايجنوزس بس عشان لو حفظت وصفه هتوه. يبقى احسن بالنسبه لي ان انا الم نفسي في ثلاث جمل وبعد كده ثلاث جمل دول اشرحهم انا بقى في الايه في الوصف براحتي من خلال فهمي للسكيمز. طيب في مشكله في الجار ده. بعد كده جار تاني لونج ابسس برضو بس مالها كرونيك لونج ابسس. لونج ابسس بس كرونيك. طيب اي ابسس كافيتي اي كرونيك ابسس فهو كافيتي. اي ابسس فهو كافيتي. لكن طالما بقى كرونيك يبقى لازم اوصف فيه حاجتين. اولا ان اللايننج لو انا عندي ده الكافيتي ادي الوول اهو ده كده وول واللي جوه ده كده اللايننج. الجزء ده كده هو مين؟ هو اللايننج بتاع الابسس ده اللايننج. اي ابسس كافيتي او اي كرونيك ابسس فهو اولا هيبقى كافيتي. الوول بتاعه هيبقى سكند. ليه سكند؟ ليه الوول تخين؟ عشان فيه ايه؟ فايبروزس. يبقى اي كرونيك ابسس كافيتي اولا الوول بتاعه هيبقى تخين عشان خاطر فيه فايبروزس واللايننج من جوه هيبقى سموث. اللايننج على املس سموث ما فيهوش ولا شريتي ولا نيكروتيك لايننج خالص. يبقى نحفظ كده اي ابسس كافيتي كرونيك فهو عباره عن كافيتي ويز سيك وول اند سموث لايننج تمام. دايما لما يكون عندي حاجه في الجار حاجه كده واضحه في الجار ليجن كده واضح
واقدر اقيس مقاسه، ما تنساش تكتب السايز بتاعه في الجار. يعني بقول يعني دايما كده تبقى عارف ان انت don't forget a size as possible as you can. طول ما الحاجة قدامك تقدر تكتب لها size من فضلك اكتبها. يعني انا عندي دلوقتي ادي جزء من اللون، كل ده abscess cavity، كل ده كده abscess cavity، تمام؟ فحاجة واضحة قدامي اقول الديامتر بتاعها. السايز مش لازم تحفظ كل حاجة بالسايز بتاعها، يعني مش لازم تحفظ لو دي في الكتاب 7 سنتي مش لازم احفظها 7، ممكن بالتقريب اقول اي حاجة كبيرة من 7 ل 10 سنتي، اي حاجة صغيرة من 2 ل 3 سنتي. ما تقعدش تحفظ الارقام هتتجنن في الاخر من كتر الارقام هيجرى لك حاجة. فدايما الرقم بحفظه بالايه؟ بالتقريب. حاجة كبيرة 7 ل 10، حاجة صغيرة من 2 ل 3 سنتي، تمام؟ طيب دايما المقاسات عندنا في الباثولوجي مش يعني احنا مش بنعمل مقاس كذا في كذا، عشان احنا مش عندنا، احنا مش فيلم كرتون، لا احنا دايما تبقى حاجه 3D. يعني كذا في كذا دي تبقى حاجه 2D، ده مش ابليكابل. فدايما يا تقول كذا في كذا في كذا، ثلاث دايمنشنز في بعض، ودي حاجه صعبه فسيبك منها. ايه الاسهل؟ تقول ان انا مثلا الابسس كافيتي اللي قدامي ده 10 سنتي ان ماكسيمم ديامتر، يبقى اقول ديامتر واحد، تمام؟ وريح دماغي، ولا انا غلطت وقلت كذا في كذا، ولا انا شغلت نفسي بالثري دي بتاعه. يبقى على طول اريح دماغي واقول ان اللي قدامي ده ماله كذا ان ديامتر، كلمه كذا رقم واحد كذا ان ديامتر هتحل لي المشكله. طيب الجار اللي قدامنا ده جزء من اللنج، فيه عندنا ادي ابسس كافيتي، والابسس كافيتي ده ضاغط والابسس كافيتي ده ضاغط على اللوب اللي هو طالع منها. انتوا خدتوا الاناتومي بتاع اللونج ولا لسه؟ طيب احنا عندنا الاناتومي بتاع اللونج، ان اللونج رايت ليها كام لوب والليفت ليها كام لوب؟ 2. طيب دلوقتي دي لونج واتيفر رايت او ليفت مالناش دعوه، طالع منها حاجه كوره كبيره قد كده ابسس كافيتي. عمل ايه في بقيه اللونج؟ ضغط على بقيه اللونج، لان هو حاجه كبيره شغله حيز من اللوب ده هي، فضغط على بقيه اللوب، فبقيه اللوب بقت متفعصه كده على جنب، يسموها ايه؟ كولابسد لونج، تمام؟ يبقى انا عندي ادي الليجن الكافيتي الكبير ده، وادي سيكول اهو الور. انا بزهق قوي من اللي بيحصل ده بصراحه جدا. دكتور ايوه على ايه بقى؟ ايه ده؟ كده تمام. يبقى انا عندي دلوقتي ادي الكافيتي، كل ده الابسس كافيتي اللي قدامي ده كده سيك وول، واللايننج اللي جوه ده سموث لايننج، وبعد كده الجزء الصغير ده دي بقيه اللنج حصل لها ايه؟ كولابس. يعني ايه كولابس؟ يعني الكافيتي الكبير ده ضاغط عليها فمخليها متفعصه صغيره كده على جنب، تمام؟ والحته اللي فوق البيضه دي كفرنج بلورا فيها فايبروزس وادهيجن. يبقى لما اجي اوصف الجار ده، اولا السبيسيمن اللي عندي بارت من اللنج، بعد كده الوصف بتاعي ان اللنج فيها لارج كافيتي حوالي 10 سنتي ان دايامتر ويز سيك وول اند سموث لايننج. وما انساش حاجتين، ان في كولابسد بارت من اللنج، دي اول حاجه. تاني حاجه اقول ان البلورا فيها ايه؟ فايبروزس اند ادهيجن، تمام؟ لما نيجي في الامتحان نسال بالسهم، اول حاجه السهم ده بيشاور على ايه؟ على السيكول بتاع الابسس كافيتي، وده على ايه؟ على السموث لايننج. طب هنا كولابسد لونج، طب وده مين؟ بلورال فايبروزس اند ادهيجن. دي الاسهم اللي بنيجي نسال عنها في الامتحان. طب لما اجي اقول لك وات از ذا نيتشر اوف ذيس ليجن، هنا تقول لي ان دي ايه؟ كرونيك انفلاميشن. في مشكله فيهم؟ طيب بعد كده الجار اللي بعده جار في اللنج برضه. الجار ده جار بتاع اللوبر نيمونيا. يعني ايه كلمه لوبر نيمونيا؟ يعني التهاب رئوي، تمام؟ كلمه لوبر نيمونيا يعني ايه؟ يعني التهاب رئوي. واللوبر نيمونيا من اسمها كلمه لوبر، هو الالتهاب بياخد ايه؟ لوب كامله من اللنج. طب فلما الاقي عندي جار هعرف منين ان الجار ده بتاع اللوبر نيمونيا؟ جار ادي عندي لوب اهي، وادي لوب اهي، وادي لوب اهي، ثلاثة لوبس،
الاثنين اللي فوق دول نفس اللون، واللي تحت دي هي لونها مختلف. فاللي تحت دي هي اللي فيها مين؟ هي دي اللي فيها الليجن، اللوب ده هي فيها نيمونيا. لكن اللوبين اللي فوق دول عادي نورمال لانج، لونهم مسود شويه. ليه؟ عشان خاطر الكربون احنا مين نشمه طول اليوم، طول ما احنا ماشيين بنشم، واحنا ماشيين نشم الحاجات اللي طالعه من عربياتنا، نشم ما اعرفش ايه، فاللنج بتاعتنا كلها سودا، بيسموها انثراكوزس عشان في كربون ديبوزيشن في اللنج. فالتو لوبس اللي فوق دول نورمال بس مسودين عشان فيهم الانثراكوزس ده. لكن اللوب اللي تحت دي هي اللي فيها نيمونيا، ودي كده البلوره من بره. طيب ايه وصف اللنج اللي فيها لوبر نيمونيا، وايه وصف البلورا في اللنج اللي فيها لوبر نيمونيا؟ بصوا يا بنات، اللوبر نيمونيا ده بيخلي اللنج عامله ازاي. المفروض ان انا عندي اللنج فيها الفيولاي اهي، مش اللنج عباره عن سبيسز فيها الفيولاي، والسبيسز دي مليانه ايه؟ مليانه هواء. طيب لما العيان ده بيجي له لوبر نيمونيا، بيجي له التهاب رئوي، كل الهواء اللي موجود في اللنج ده بيتم استبداله بايه؟ بشويه فايبرين وجواه اديما اكسوديت وانفلاماتوري سيل. فاللنج المفروض بطبعها مليانه اير سبونجي، عامله زي حته السفنجه. انا شلت الاير كله منها واستبدلته بانفلاميشن وفلويد اكسوديت وفايبرين. فبدل ما اللنج كانت سبونجي، لا ده كان لما امسك لنج بتاع عيان عنده لوبر نيمونيا، عارفين الكبده؟ الكبده اللي بتطبخوها في البيت دي، لما تمسك اللنج بتاع عيان عنده نيمونيا، اللنج بالظبط بيبقى ملمسها عامل زي ملمس الكبده دهيت. فانتوا عارفين ملمس السفنجه ده النورمال لنج، ملمس الكبده ده بتاع ايه؟ اللنج اللي فيها لوبر نيمونيا. فيقولوا اللنج فيها ايه؟ هيباتايزيشن. يعني ايه كلمه هيباتايزيشن؟ يعني بقت شبه الليفر، بقت عامله زي الليفر. او يسموها اسم تاني، يسموا اللنج دي هيباتايزد، او اسمها التاني كونسوليديتد. يعني ايه كلمه كونسوليديتد؟ يعني بقت ناشفه شويه، ما بقتش سبونجي زي ما هي، لان انا شلت منها الاير وحطيت مكانه ايه؟ فلويد وانفلاميشن. فاهم حاجه في وصف اللنج اللي فيها لوبر نيمونيا كلمه ايه؟ كلمه كونسوليديشن. كلمه كونسوليديشن دي اهم حاجه. يبقى لما توصف اللوب اللي فيها انفلاميشن تقول ان اللوب دي مالها؟ كونسوليديتد. تمام. طب الوصف الكامل بقى بتاعها عباره عن ايه؟ ان اللوب دي بتكون سولن، تكون انلارجد شويه عشان مليانه انفلاميشن، دي اول حاجه. بيكون لونها جريش رمادي شويه، وبيكون لونها ايه؟ كونسوليديتد. يبقى دول ثلاث كلمات لازم اوصف بيهم اللوب اللي فيها لوبر نيمونيا، ونحفظهم كويس قوي. ان اللنج مالها؟ سولن، جريش، اند كونسوليديتد. طيب في حاجه مهمه جدا جدا، هل انا اقدر، احنا عارفين ان اللنج دي قلنا هيباتايز، يعني هيباتايز يعني بقت فيرم شبه الليفر، بقتش سبونجي. هل الجار هو قدامي انا اقدر امسك اللنج واقول ان اللنج دي فيرم او كونسوليديتد؟ لا. طب ايه حاجه هنا في الجار تدل على ان اللنج دي كونسوليديتد او فيرم؟ البوردر. برافو عليك. يبقى شايفين البوردر بتاع اللنج؟ البوردر دي فيرم ولا البوردر دي شارب ولا راوندد بوردر؟ ايه الفرق بين الشارب بوردر والراوندد بوردر؟ عارفين لما تيجوا تمسكوا مثلا بطيخه، والبطيخه لما تيجوا تقطعوها تشقوا البطيخه بالنص كده، الحروف بتاعه البطيخه دهيت هل بتبقى مختلفه قبل ما تقطعها عن بعد ما تقطعها، ولا هي ثابته على حالها فيرم زي ما هي؟ فيرم ثابته. يعني مثلا مش لما بتيجي تقطعها بتلاقي البطيخه مثلا باظت في وشك ولا حاجه، لا هي بتفضل فيرم. فالفيرم بوردر او الشارب بوردر ده زي ما اجي اشق بطيخه كده. طب لما تيجي تمسك مانجايه وتقطعها، هل البوردر بتاعها بيفضل ناشف زي ما هو ولا بيبلج شويه؟ بيبلج. ليه؟ عشان هي سوفت انكونسستنسي، لكن البطيخه مالها؟ فيرم انكونسستنسي. فالحاجه لما تكون فيرم انكونسستنسي ناشفه شويه بيكون البوردر بتاعها ماله؟ شارب بوردر. طب لما الحاجه تكون طريه وسوفت بيكون البوردر بتاعها ماله؟ بلجنج بوردر. تمام. بما اني في الجار مش قادر امسك حاجه بايدي عشان اكومنت على الكونسستنسي بتاع الحاجه اللي قدامي، فبستخدم البوردر كدليل على الكونسستنسي. زي ايه؟ زي الجار اللي قدامنا. انا عندي هنا البوردر مال، ف
فيرم بوردر ولا راوندد سوري شارب بوردر ولا راوندد بوردر؟ شارب ولا راوندد؟ شارب. شارب بوردر اهو عامل كاني حروفه حاده. طالما ان هو شارب بوردر يبقى ده دينوتنج ايه؟ انكونسستنسي. دينوتنج فير كونسستنسي. يبقى دايما كان اتعود على قاعده كده، مفيش جار يجي لي في الامتحان واكتب له كونسستنسي كده في وشه مباشره، ما ينفعش كده، انا غلط. امال اعمل ايه؟ اقول له ان الجار ده مثلا فيه شارب بوردر دينوتنج فيرم كونسستنسي. تمام اتفقنا؟ تبقى دي قاعده من القواعد الجارات نتعود عليها. يبقى الجار هنا لما اجي اوصفه هوصف ايه؟ اولا اللور لوب بتاع اللنج فيها نيمونيا، تبقى وصفها ايه؟ swollen grayish and consolidated. تمام؟ طب انا عايزه اقول انها فيرم انكونسستنت، ينفع؟ لا. يبقى هقول ان البوردر مالها شارب denoting firm consistency. تمام؟ واوعى تنسى حاجتين، حاجتين هتنساهم في الجار ده. اولا الاثنين لوبس، الاثنين لوبس التانيين مالهم؟ نورمال بس فيهم بلاك انثراكوزس. وما انساش مين؟ البلورا، الكفرنج بلورا. اي لنج اوعى تنسى فيها البلورا. البلورا اللي حوالين اللوبر نيمونيا بيكون فيها ايه؟ فايبرينس بلوريزي. البلورا هنا مالها؟ فايبرينس بلوريزي. طب ايه وصف الفايبرينس بلوريزي؟ هل هحفظ وصف جديد؟ لا. فاكرين الفايبرينس بريكاردايتس؟ هو هو زيه، هحطه فين؟ في الفايبرينس بلوريزي. ان الكفرنج بلورا شوينج دل اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت تو يلوش فايبرين ديبوزيشن. يبقى اللونج ده هنا ماله؟ اللونج ده الوصف بتاعه. اولا انا عندي السبيسيمن سكشن ان لونج. طيب الوصف بتاعه ايه؟ اللور لوب مالها؟ سوولن جريش كونسوليديتد. البوردرز ار شارب دينوتنج فيرم كونسستنسي. الابر لوب والميدل لوب مالهم؟ فيهم نورمال بس فيهم بلاك انثراكوزس. طب الكفرنج بلورا مالها؟ فيها ايه؟ فايبرينس بلوريزي. ايه وصفها؟ ان البلورا مالها؟ فيها دل اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت تو يلوش فايبرين ديبوزيشن. تمام؟ طيب يبقى انا عندي ادي السبيسيمن وادي الدايجنوزس وادي الوصف بتاعنا. فيها مشكله؟ اتفضل. اقل نورمال لانكس. ايه؟ ولا فيرم ولا 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 فيرم ولا سوفت ولا سوفت ولا هارد، يعني بتبقى سبونجي. تمام. ممكن شويه شويه لو اتضغط عليه. هو احنا العيان عنده كده ماشي، هنجمعهم في الاخر، مش صعبه في الحفظ ولا حاجه. ما عندناش غير ثلاثة لونج ولا حاجه في ال... يعني هما الثلاثه اللي عندك بس، مفيش غيرهم تاني. طب هو شرط ان النيمونيا يكون معاها 5 بيز؟ ده المفروض، ده الطبيعي. لكن لو حصل لها في هيلينج هيبقى 5 بلس، هيبقى 5 بوزس. تمام؟ تمام. طيب اتفضل. بلوريزي. بلوريزي يعني ايه بلوريزي؟ يعني انفلاميشن في البلورا، بنسميها بلوريزي. مش ما اسمهاش بلورايتس زي بريكاردايتس، لا اسمها بلوريزي. بلوريزي يعني انفلاميشن في البلورا. تمام؟ طيب ايه الاسهم اللي بتجيلي في الامتحان؟ نركز بقى مع بعض. السهم لو جالي على اللوب اللي تحت دي، يبقى دي اللوب مالها؟ اللي فيها لوبر نيمونيا اللي هي جريش سولن كونسوليديتد. طب لو السهم جالي على التو لوبس دولم، يبقى مالهم؟ فيهم ايه؟ انثراكوزس. طب لو السهم جالي على الفلورا، يبقى دي فيها ايه؟ يبقى ديت فيها فايبرينس بلوريزي واوصفه. تمام؟ طيب لو سالني على النيتشر اوف ذا ليجن ان ذيس جار، يبقى اقول له ايه النيتشر اوف ذا ليجن هنا؟ اكيوت ولا كرونيك؟ انفلاميشن ولا مش انفلاميشن الاول؟ انفلاميشن. اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت. سابريتيف ولا نون؟ نون سابريتيف. اي نوع من النون سابريتيف؟ فايبرينس. يبقى ايه النيتشر اوف ذا ليجن هنا؟ اكيوت نون سابريتيف فايبرينس انفلاميشن. فيها مشكله؟ مفيش مشكله. في حد عنده مشكله في حاجه؟ حد تايه او متلخبط؟ اكيد. ما
حصل لها كولابس ايه المشكله؟ ما عشان ده هو كل واحد حسب الظروف اللي حصلت له. يعني هو العيان حصل له كده، يعني هنعمل ايه؟ واحد حالته كانت كويسه، واحد حالته مش كويسه. يعني ممكن ده لما يتساب شويه ما يتعالجش هتبقى اللوك ده قعد كده. في العيانين فعلا حقيقي، يعني من الاكسبيرينس اللي بشوفها من الحاجات، العيان بيسيب نفسه. في عيانين، معظم العيانين بتسيب نفسها لمرحله مش طبيعيه. يعني في عيان من يومين جاي شايل من بطنه 2 ماسز، كل واحده فيهم ما لا تقل عن 5 كيلو. يعني 2 ماسز، واحده في الاومنتوم واحده في الاستومك. يعني انا ما اعرفش ده يعني عايش يوم ازاي. يعني انا ما اعرفش. في فيميلز بيجوا لنا باوفيريان سيست، الاوفيريان سيست بيبقى الدايمتر بتاعه 30 سنتي. لما بيجوا لنا، عارفين علبه البويه اللي هي البيضه الكبيره، اللي هو جردل البويه الكبير ده، بيجوا لنا حاطين فيه سبيسمن. يعني انت مش حاسه بحاجه، يعني مفيش حاجه غريبه يعني. فهم يعني ما تستغربيش ان العيان استنى لغايه ما النام كده عادي، هو جه وهو بيموت. نعم. بلوريزي يعني انفلاميشن في البلورا. نعم. واحد فيه فايبروزس، واحد فيه بلوريزي، واحد فيه اكيوت انفلاميشن، واحد فيه كرونيك انفلاميشن، واحد فيه بلورال فايبروزس واديجن. ده كرونيك انفلاميشن. لكن الجار ده ما فيهوش كرونيك، الجار ده البلورا بتاعته فيها اكيوت انفلاميشن. تمام. نعم. طيب في مشكله لغايه دلوقتي؟ طيب انا عايزه اطلب منكم طلب. ممكن اطلب منكم طلب؟ طالما الحاجة اللي أنا يعني بشرحها فيها ما في، يعني أنتوا فاهمين الكلام، خلوا الأسئلة في الآخر خالص لما خلص وراجع ويكون لسه في تساؤل في دماغك، هديكوا حرية التساؤل براحتكوا خالص، عشان خاطر الانتربشنز كتيرة في النص بتخليكوا تفصلوا وأنا أفصل. تمام. فطالما السؤال مش لايف سيفينج، يعني مش مأثر على فهمك، نأجله للآخر خالص. لو أنا ما جاوبتش عليه وانا بشرح، او ما جاوبتش عليه في الريفيجن لما يجي ريفايز كل الجارز مع بعضها، يعني اسالوا بقى. تمام، عشان ما نعملش انتربشن لبعض. اتفقنا؟ الجار اللي بعد كده جار في الابندكس. ايه الابندكس دي؟ الزايده. الزايده دي فيها ايه؟ قلتها يبقى فيها انفلاميشن. والزايده دي فيها اي نوع من انواع الانفلاميشن؟ فيها اكيوت سابيراتيف ديفيوز انفلاميشن. يعني اكيوت انفلاميشن مع بص فيها صديد وواخد كل الوولز بتاعت الابندكس. طيب انا عندي الابندكس، لو انا عندي ده كده الكولون، لو ده الكولون، فالابندكس عبارة عن حاجة كده رفيعة عاملة زي الدودة، طلع منين؟ من الكولون، صح؟ طيب الابندكس دي مش الكولون دي فيه اليومن في النص؟ مش فيه اليومن في نص الكولون؟ فبالتالي الابندكس هي كمان فيها اليومن في نصها. طيب لو جيت في الابندكس دي اللي هي الزائده اللي طالعه من الكولون دي، اخدت منها سكشن كده، سكشن طولي، سكشن طولي، تفتكروا هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي فراغ في النص اللي هي اليومن اهي. تمام. وادي حواليه الوول بتاع الابندكس، ودي شويه اومنتوم. عارفين الاومنتوم؟ حوالين الابندكس. الاومنتوم دايما الابندكس لما بيكون فيها انفلاميشن، الاومنتوم بيعمل ماس كده حوالين الابندكس، بيتجمع حوالين الابندكس عشان يقلل شويه ان الابندكس الالتهاب اللي فيها ما ينتشرش ويحصل له سبريد في البريتونيوم. فهنلاقي كده كولكيات اومنتوم حوالين الابندكس اهي. المفروض الجزء ده متوصل بالكولون. ادي كده كولون اهو. تمام. ده كده كولون طالع منه الابندكس دهيت. تمام. وفي حته من الابندكس تحت اللي هي بتكون بلايند اند. يعني ايه بلايند اند؟ اللي هي اخر حته في الابندكس. اخر حته في الابندكس هنا اسمها ايه؟ اسمها تب. التب بتاعت الابندكس. يبقى الابندكس ليها الجزء اللي هو متوصل بالكولون، والجزء اللي هي طالع منها اللي هو الحته دي كده، ده اسمه ايه؟
التب بتاعه الابندكس. فاحنا خدنا الابندكس دي وعملنا لها قطع طولي عشان اشوف الانفلاميشن اللي جواها. ظهر لي ايه بقى؟ ادي الميوكوزا، ادي المول اهو، وادي دي كده الميوكوزا بتاعه الابندكس. تمام، فاكرين لما جينا قلنا اي حاجه فيها سبريتيف انفلاميشن بقول اللايننج بتاعها ماله؟ يلوش، نيكروتيك اند شريدي. فلما اجي اوصف الابندكس هنا هقول ان اللايننج بتاع الابندكس ماله؟ يلوش، نيكروتيك اند شريدي. من كتر الانفلاميشن في الابندكس مكان عنيف، ومن كتر النيكروزس مكان عنيف، خرم الابندكس، عمل بيرفوريشن للابندكس. فهلاقي عند التب بتاعت الابندكس اللي تحت دي في خرم كده. ايه الخرم ده؟ الابندكس اتخرمت من كتر الانفلاميشن. ده كومبليكيشن من السيفير انفلاميشن. طيب مش انا عندي ده كولون ودي ابندكس، الكولون بيمشي فيه ايه؟ مش بيمشي فيه اكل؟ والابندكس مش ده امتداد للكولون؟ يعني وارد جدا ان اليومن بتاعت الابندكس دي بيكون فيها اكل هي كمان، صح؟ طيب هو ربنا خلقنا البريتونيوم اللي في بطننا ده ينفع يمشي فيه اكل؟ لا، ده كومبليتلي ستيرايل، معقم، فاش يمشي فيه اكل خالص، الاكل جوه جي اي تي بس. طيب لما الابندكس دي اتخرمت ايه اللي حصل؟ الاكل ساب الابندكس وخرج بره في البروتونيوم. فلما الاكل ساب الابندكس وخرج بره في البروتونيوم عمل ايه في البروتونيوم؟ سبريتيف انفلاميشن. برده السبريتيف انفلاميشن في البروتونيوم بيسموه ايه؟ سيبتيك بريتونايتس. ففي رول كده، في تو رولز هنقول عليهم دلوقتي. اي اورجان من الجي اي تي هناخده، اي اورجان من الجي اي تي يحصل فيه بيرفوريشن على طول باي ديفولت يكون وراه سيبتيك بريتونايتس، لان الاكل خرج من جوه الاورجان لبره فين؟ في البروتونيوم. طيب تاني حاجه نتفق عليها، السيبتيك بريتونايتس ده وصفه ايه؟ مش سيبتيك بريتونايتس في صديد على البروتونيوم، يبقى السيبتيك بريتونايتس وصفه ان البروتونيوم عليه يلوش اكسوديت. ايه يلوش اكسوديت ده؟ صديد. يبقى اي سيبتيك انفلاميشن في سيروس ممبرين يبقى ايه؟ يلوش اكسوديت. يبقى احنا خدنا النهارده ثلاث حاجات في السيروس ممبرينز، يا اما فايبرينس انفلاميشن اللي هي اكيوت، بيكون السيروس ممبرين ماله دال اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت ويلوش فايبر ان ديبوزيشن، وخدنا عليهم تو اكزامبل، واحد في البريكارديوم واحد في البلورا. وبعد كده خدنا فايبروزس وادهيجن وخدنا عليهم تو اكزامبلز، واحد في البريكارديوم واحد في البلورا. تالت حاجه لما بيكون في سيبتيك انفلاميشن في السيروس ممبرين اللي هو بيكون السيروس ممبرين ده عليه ايه؟ يلوش اكسوديت اللي هو باس، وخدنا عليهم وان اكزامبل اللي هو بتاع مين؟ بتاع البيريتونيوم اللي حوالين مين؟ الابندكس. تمام، يبقى الجار اللي عندي ده في اكيوت ديفيوز سيبريتيف انفلاميشن في الابندكس ومعاها بيرفوريشن، وطالما قلت انا بيرفوريشن يبقى على طول فيه سيبتيك بيريتونايتس. تمام، طيب يبقى الدايجنوزس بتاعي اكيوت ديفيوز سيبريتيف ابنديسايتس ويز بيرفوريشن، وراها على طول سيبتيك بيريتونايتس. الكلام ده عايزه احوله لكومنت، هقول ايه؟ اولا اللايننج بتاع الابندكس ماله شوينج ايه؟ يلوش شريدي نيكروتيك لايننج وفيها هايبريميا وما اعرفش ايه وكونجيشن بتاعت الانفلاميشن. طيب التبت الابندكس شوينج بيرفوريشن وفي ايه كمان عندي؟ سيبتيك بريتونايتس. يعني ايه سيبتيك بريتونايتس؟ يعني البروتونيوم كفرد باي يلوش اكسوديت. ايه يلوش اكسوديت ده؟ صديد بس. تمام كده، يبقى لما الاقي جار وفي خرم يبقى ده الجار بتاع مين؟ الابندكس. طيب السبيسيمن اللي عندي فين؟ سكشن في الابندكس. طيب ايه الوصف بتاعي؟ ان اللايننج بتاع الابندكس از يلوش شريدي اند نيكروتيك، والتبره الابندكس شوينج بيرفوريشن، والبرفوريشن على طول افتكر سيبتيك بريتونايتس، يبقى البروتونيوم ماله كفرد باي يلوش اكسوديت. يبقى الدايجنوزس اللي عندي ايه بقى؟ الدايجنوزس اكيوت ديفيوز سبريتيف ابندسايتس with perforation and septic peritonitis. في مشكله في الجار ده؟ طيب لما يجي يشاور بالسهم ممكن يشاور لي على ايه؟ لو شاور لي على اليومن هقول ان دي اللايننج او اليومن بتاعت الابندكس شوينج يلوش شريدي نيكروتيك لايننج. لو شاور لي على الجزء ده عارف ان ده مين؟ ادي الاومنتم. لو شاور لي هنا يبقى ده مين؟ perforation. تمام، طيب لو سالني what is the nature of inflammation in this lesion؟ acute diffuse suppurative inflammation. تمام، طيب بعد كده الجار اللي بعده، جار الاورجن اللي عندي ده ليفر،
وبعد كده لو نلاحظ كده يا اولاد الليفر عندي شايفين كله ايه؟ شايفين الدوائر؟ شايفين مركزين معايا؟ مين الدوائر دي كلها؟ كل الدوائر دي عبارة عن سيروزس. فاكرين لما شرحنا ريبير المرة اللي فاتت؟ وقلنا ايه؟ قلنا ان الليفر طبيعي ربنا خلقه يونتس اسمها لوبيولز، كلاسيك هيباتيك لوبيولز، شكلها ايه؟ هكساجونال. لما بيحصل ديسربشن الاركتكتشر اللي هو البورتال تراكت، الليفر هيهيل باي ايه؟ فايبروزس، ويعمل لي كور. الكور دي جواها هيباتوسايت وحواليها فايبرس سبتا. فاكرين ولا مش فاكرين؟ ها فاكرين؟ طيب يبقى اللي حصل قدامي ده سيروزس، ليفر سيروزس، تليف في الكبد. ليه؟ عشان خاطر حصل ديسربشن للاركتكتشر بتاع الليفر، حصل له هيلينج باي فايبروزس زي ما قلنا المره اللي فاتت في الريبير. فلما الاقي عندي سكشن في الليفر، السكشن ده كله دواير بالمنظر ده، شايفين النودولز، يبقى على طول ده ليفر سيروزس. طيب ناخد بالنا بقى، لما يكون عندي جار فيه ليفر عموما بكومنت على ايه في الليفر؟ اولا السايز، حجم الليفر. ثانيا البوردر والكونسيستنسي، زي ما اتفقنا كذا بوردر دينوتنج معرفش ايه الكونسيستنسي، واكومنت على السيرفيس والكات سكشن بتاع الليفر. يعني ايه السيرفيس؟ سيرفيس الاوتر سيرفيس اللي هو الجزء اللي بره اللي عليه سهم اسود ده، ده كده السيرفيس بتاع الليفر. والكات سكشن اللي هو انا مسكت حاجه شقتها بالنص، البطيخه من بره لونها اخضر، لما اجي اشقها مش جوه بيكون احمر؟ الاحمر ده اسمه كات سكشن، تمام؟ لما تيجي تشق الاورجن وتشوفه من جوه ده اسمه ايه؟ كات سكشن. يبقى انا عندي اللي جوه ده كات سكشن بتاع الاورجن، واللي بره ده الاوتر سيرفيس. طيب انا عندي هنا سكشن ان ليفر، تعالوا نمشي في السكيم واحده واحده. السايز ده ليفر مش فيه فايبروزس، يبقى تفتكروا السايز بتاعه انلارجد ولا ريدوسد؟ على طول لا، ده فيه فايبروزس، فايبرس تيشو. يبقى الفايبرس تيشو ده بيعمل ايه في الاورجانز؟ بيقلل حجمها لان هو بيكش، تمام؟ فانا عندي هنا الليفر ده ماله؟ ريدوسد ان سايز. طيب بالنسبه للبوردرز والكونسيستنسي، ليفر فيه فايبروزس يبقى ناشف ولا طري؟ ناشف. يبقى البوردرز اللي عندي مالها؟ شارب بوردرز دينوتنج فيرم كونسيستنسي. طيب الاوتر سيرفيس والكات سكشن شوينج ايه بقى؟ نوديولز. شوينج ايه؟ نوديولز. النوديولز دي وصفها ايه؟ النوديولز دي بيسموها ريجنريشن نوديولز. ايه وصف النوديولز دي؟ وصفه كويس قوي. وصف النوديولز ان هي بتبقى اولا سمول، من 1-2 ملي ان دايمتر، نوديولز صغننه خالص. النوديولز دي لونها جريش وايت، لون الفايبروزس، وسراوندد باي فايبرس سبتا او سراوندد باي فايبروزس. يبقى لما تيجي توصف الريجنريشن نوديول تقول ان هي سمول، من 1-2 ملي، لونها جريش وايت، وسراوندد باي ايه؟ باي فايبروزس. يبقى تعالوا كده لما نيجي نقول الجار كله على بعض. اولا انا عندي هنا السبيسمن سكشن في الليفر او ليفر سلايس، اي حاجه اللي انت تفتكرها. طيب اما اجي اكومنت افتكر ان الليفر اول حاجه بكومنت على السايز، سايز هنا ريدوسد. تاني حاجه البوردر ماله؟ شارب بوردر دينوتنج فيرم كونسيستنسي. الكات سكشن اند الاوتر سيرفيس شوينج ايه؟ ريجن ار نودولر. طب واجب اوصف بقى النودولز، مالهم النودولز؟ سمول، من 1-2 ملي، والنودولز لونهم ايه؟ جريش وايت، وسراوندد باي فايبروزس. والدياجنوزس بتاعنا ليفر سيروزس. وات از ذا نيتشر اوف ذيس ليجن؟ كرونيك، ذا كرونيك انفلاميشن، في هيلينج، تمام؟ يجي يشاور لي بره ده الاوتر سيرفيس بتاع الليفر از نودولر، يشاور لي على اللي جوه ده يقول لي مين دول؟ هقول له دول ريجنريشن نوديول، وصفهم ايه؟ تايني او سمول نوديولز، من 1-2 ملي، جريش وايت ان كلر، سراوندد باي فايبروزس. طيب ايه الكونسيستنسي بتاع الليفر هنا؟ فير انكونسيستنسي. عرفت منين؟ بسبب الشارب بوردر، تمام؟ في مشكله فيها؟ طيب بعد كده هناخد ثلاث جارات، الثلاث جارات فيهم بيناين تيومر. يعني ايه كلمه بيناين تيومر؟ يعني ورم حميد. طيب الورم الحميد ده في حاجه مهمه جدا فيه لازم نبقى عارفينها ونمشي عليها في كل الاورام الحميده اللي هتقابلنا، وطبعا بتبقى في حاجات خاصه بكل ورم. اولا الورم الحميد لازم معظم الاورام الحميده مالها كابسيوليتد. ايه كابسيوليتد؟ يعني الورم
يعني لو انا عندي ده كده الورم، لو انا عندي ده الورم الحميد ده كوره كده طالعه من الاورجن، الكوره دي بتضغط شويه على التيشو اللي حواليها فبتعمل شويه اتروفي في التيشو اللي حواليها، فيبقى تخلي كده في زي كيس رفيع قوي كده، حاجه قشره رفيعه قوي تحوط الورم ده، فيسموه القشره دي يسموها كبسول، والكبسول دي بتخلي الورم في حاله كده ما ينتشرش، ورم الحميده هنشرحها كمان شويه في الميكانيزم. فمعظم الاورام الحميده بتكون مالها كبسيوليتد، حواليها كبسول. في اورام حميده مش بتبقى كبسوليتد، ليه؟ عشان هي بطبعها ما بتعملش كبسول، بتبقى اكسبشن، دايما كل قاعده ليها اكسبشن. الورم الحميد المفروض ان هو حواليه كبسول، حاجه كده قشره رفيعه بتخليه محدد في مكانه وما ينتشرش في التيشوز اللي حواليه، دي اول حاجه. امتى الورم الحميد ما يبقاش حواليه كبسول؟ في حالتين، يا اما هو اكسبشن مش ماشي مع القاعده وده عادي، يا اما لو الورم الحميد طالع من على سيرفيس، يعني لو الورم الحميد طالع من على المسكين من بره، هو المفروض احنا قلنا الكبسول دي بتيجي منين؟ ان هو بيضغط من السراوندنج تيشو، فبيعمل قشره رفيعه حوالين الورم. طب لو الورم طالع من على سيرفيس، هل في حاجه حواليه عشان يضغط عليها ويطلع منها كبسول؟ لا. يبقى الورم الحميد حواليه كبسول ما عدا لو هو من الاكسبشن او لو هو طالع من سيرفيس، تمام؟ تاني حاجه في الورم الحميد الكات سكشن بتاعه، لما نيجي نشق الورم ده ونشوفه بيكون هوموجينس، يعني ايه هوموجينس؟ متجانس، لون واحد، ولا فيه هيموريج ولا فيه نيكروزس، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي في الميكروزس. يبقى اهم حاجه في الورم الحميد اعرف ان هو بيكون كابسيوليتد ما عدا لو هو اكسبشن او لو هو طالع من على سيرفيس. تاني حاجه ان الكات سكشن بتاعته مالها هوموجينس، يعني ايه هوموجينس؟ لون واحد، ما فيهاش هيموريج وما فيهاش نيكروزس. طيب لما نيجي ناخد اول ورم حميد عندنا، ورم حميد بيطلع من جوه الانتستين، دي كده انتستين يا ولاد اهي، دي كده انتستين بس مفتوحه، يعني دي كده كانت مقفوله على بعضها، احنا عملنا فيها ايه؟ فتحناها، تمام؟ طيب فلما فتحنا الانتستين من جوه، اللي جوه دي الميكوزه، التعريجات بتاعت الميكوزه، وطالع ايه في الميكوزه؟ الكوره دي، والكوره دي طالعه تحت الميكوزه كفر بهنا الانتكت ميكوزه اهي. الكوره دي لما جينا خدنا فيها كات سكشن، لما جينا شقيناها لقيناها اولا انها كبسوليتد، حواليها كبسول وحواليها برده انتكت ميكوزه. تاني حاجه الكات سكشن بتاعها ماله؟ هوموجينس، متجانس، ولونه ايه؟ جريش وايت. يبقى لما اجي اوصف الورم ده بقول ان هو الورم ده ماله؟ اولا كبسوليتد، والكات سكشن بتاعه هوموجينس اند جريش وايت. والورم ده عامل زي الكوره كده، بيسموه جلوبيلر، جلوبيلر يعني عامل زي ايه؟ زي الكوره. الورم ده بيسموه ايه؟ بيسموه فايبروما. يعني ايه كلمه فايبروما؟ يعني ورم حميد طالع من فايبرس تيشو. هناخد بالتفصيل الورم ده لما نيجي ناخد البيناين تيومرز. كلمه فايبروما يعني ورم حميد طالع من فايبرس تيشو. فعارفين الفايبرس تيشو موجود في جسمنا كله، فده ورم حميد طالع من الفايبرس تيشو اللي موجود في الانتستين. يبقى اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ جلوبيلر ماس، حاجه عامله زي الكوره، ويل ديفايند، يعني ويل ديفايند، حواليها كبسول محدده الملامح، والكات سكشن بتاعها هوموجينس اند جريش وايت، ما فيهاش ولا هيمرج ولا نيكروزس. نخلي بالنا من وصف الفايبروما ده كويس عشان هناخده تاني في المنهج، هيجي لنا تاني في المنهج فنبقى حافظينه، تمام؟ عشان لما يجي لنا تاني ما نحفظوش تاني. يبقى ايه وصف الفايبروما؟ ان هي كابسيوليتد جلوبيولار ماس، والكات سكشن بتاعها مالها؟ هوموجينس جريش وايت. يبقى كابسيوليتد جلوبيولار، يعني ايه كلمه جلوبيولار؟ عامله زي الكوره، والكات سكشن بتاعها ماله؟ هوموجينس اند جريش وايت. طب ناخد بالنا من حاجه، دونت فورجيت، ما ننساهاش، الفايبروما دي ورم حميد وكل حاجه، بس مشكله انها طالعه فين؟ جوه الانتستين. طب هي الانتستين دي مش المفروض ماشي فيها اكل؟ طب الاكل يوصل لغايه هنا هل هيعدي؟ يبقى بتعمل لي حاجه اسمها انتستاينال اوبستراكشن. طب انتستاينال اوبستراكشن يعني بتسد اليومن بتاعت الانتستين فالاكل ما بيعديش. طب تفتكروا الاوبستراكشن ده اكيوت حصل فجاه ولا كرونيك؟ كرونيك طبعا، لان الورم مش بيطلع في يوم وليله، ده بياخد وقت لغايه ما تكبر وتسد اليومن. يبقى اوعى تنسى الافكت بتاع الورم على الانتستين. الافكت بتاع الورم هنا هو عامل لي ايه؟ كرونيك انتستاينال اوبستراكشن.
ايه وصف الكرونيك انترنال اوبستراكشن؟ انا عندي الاكل ماشي ماشي هنا كده شويه عدوا وشويه تحوشوا شويه عدوا وشويه تحوشوا، بعد فتره الانتستين اللي فوق دي بتبقى مليانه اكل ما بيعديش. طب فاكرين المره اللي فاتت لما شرحت لكم لما باجي ازود بريشر على حاجه الحاجه دي مش المفروض بتادبت على البريشر الزياده اللي عليها؟ فاكرين لما خدنا الهارت في الهايبرتنشن والبلادر لما سديناها بستون؟ فاكرين ايه اللي بيحصل في الوول؟ هايبرتروفي. برافو عليكم. يبقى انا عندي هنا الوول بتاع الانتستين اللي فوق التيومر، اللي فوق التيومر اسمها بروكسيمال، بروكسيمال سيجمنت اللي هي فوق التيومر، بتكون مالها فيها ايه؟ هايبرتروفي ودايليتد. ليه دايليتد؟ عشان مليانه اكل محوش جواها اكل. يبقى لما اجي اوصف هنا الانتستين اولا هوصف الفايبروما، ثانيا اوعى تنسى الافكت بتاع الفايبروما ده. البروكسيمال بارت بتاع الانتستين ماله؟ دايليتد اند هايبرتروفايد. تمام؟ ليه؟ بسبب ايه؟ الكرونيك انتستينال اوبستراكشن. الاكل مش بيعدي، المفروض اكل ماشي في اليومن يعدي على طول، لا في هنا انسداد، في حاجه مسداه، فشويه بيعدوا وشويه ما بيعدوش، فشويه اللي قاعدين فوق دول بيعملوا ايه؟ بيتحوشوا بيتحوشوا، عاملين يعملوا ضغط على الوول بتاع الانتستين. ضغط لفتره هيخلي الوول ماله يحصل فيه هايبرتروفي عشان يادبت مع البريشر ده. طيب يبقى لما نيجي نوصف الجار ده اولا انا عندي سكشن فيه انتستين. طيب شوينج ايه؟ الورم ماله؟ كابسيوليتد جلوبولار ماس ويز جريش وايت هوموجينس كات سكشن وكفرد بانتاكت ميكوزا، ما بيطلع من تحت الميكوزا. طيب البروكسيمال بارت بتاع الانتستين شوينج هايبرتروفي اند دايلاتيشن. اما اجي اكتب الدايجنوزس بتاعي انتستينال فايبروما ويز كرونيك انتستينال اوبستراكشن. تمام؟ طيب ايه الاسئله اللي بتجي لي هنا؟ اولا لما اجي اشاور على الماس اوصفها، لو شاور لي بالسهم قال لي ايه دي؟ هقول له فايبروما اللي هي عباره عن جلوبولار جريج ماس كابسوليتد ويز جريج وايت كات سكشن، الكفرنج بتاعها انتاكت ميوكوزا. طب اما يجي يشاور لي على اللي فوق ده، مين اللي فوق ده؟ dilated and hypertrophied proximal segment of the intestine due to chronic intestinal obstruction. طيب لو جه قال لي only complication mention one complication of this mass، يبقى الكومبليكيشن الاوبستراكشن اللي هو احنا عارفين من الجار. طيب لو قال لي what is the nature of this lesion؟ benign tumor. طب لو سالني سؤال why this lesion is benign او ليه انت قلت عليه benign، ايه دليلك على ان هو benign؟ اولا ان هو كابسوليتي، ثانيا الكات سكشن ماله هوموجينس جريش وايت ويز نو هيموريدج اند نيكروزس. تمام؟ يا ما تخضش، كل اجاباتي ويزن اللي احنا عارفين، مهما كان السؤال الاجابه انا عارفها ماشي، فما نتخضش ابدا من السؤال. طيب في مشكله في الجار هنا. بعد كده الورم الحميل الثاني اللي احنا هناخده اللي هو اللايبوما. ايه اللايبوما ده؟ كيس دهني، ورم حميد طالع من اديبوس تيشو. نفس الكلام، اسال نفسي اولا هو انا كابسيوليتد ولا مش كابسيوليتد؟ لا اللايبوما كابسيوليتد، اللايبوما دي بتبقى كابسيوليتد واللي بره ده الكبسول. طيب تاني حاجه الكات سكشن، الكات سكشن بتاع اللايبوما ماله؟ هوموجينس، ما فيهوش هيموريدج ولا نيكروزس. بس اخد بالي الليبومة دي فاتي تيومر، تيومر طالع من حاجة من دهون، فلونه مش جريش وايت، لون السمنة بتاعتنا ايه؟ يلوش. يبقى القط سكشن بتاعي ماله؟ هوموجينس او كل حاجة، فيش هيموريدج ولا نيكروزس، بس لونه ايه؟ لونه يلوش. طب هي الليبومة دي حاجة فيرم ولا حاجة سوفت؟ ده فات تبقى حاجة سوفت. فعلشان كده لازم اول ما يذكر كلمة ليبومة تبقى عارف ان الكات سكشن بتاعها ماله لوبيوليتد. يعني ايه لوبيوليتد؟ يعني عامل بلج كده. تمام؟ يبقى الكات سكشن بتاعها ماله لوبيوليتد. ليه لوبيوليتد؟ ان هو عامل بلجنج لبره. ليه؟ لانها حاجه سوفت. تمام؟ يبقى انا عندي هنا ده الليبوما كابسيوليتد ماس، الكات سكشن بتاعها يلوش كات سكشن ولوبيوليتد كات سكشن. طيب تفتكروا الكونسيستنسي هنا مالها؟ سوفت. هعرفها منين؟ من البوردر. يبقى البوردرز هنا مالها؟ بلجنج بوردر او راوندد بوردر دينوتنج سوفت كونسيستنسي.
يبقى لما اجي اوصف اللايبوما هقول ان انا عندي اول حاجه سكشن ان ماس او سوفت تيشو ماس. يعني ايه سوفت تيشو ماس؟ يعني ماس طالعه من سبكوتينيوس تيشو او اي حاجه. فلما اجي اقول السبيسيمن عندي سوفت تيشو ماس. طب سوفت تيشو ماس ايه وصفها؟ اولا انها كابسوليتد، الكات سكشن بتاعها هوموجينس بس يلوش ولوبيوليتد، والبوردرز بتاعتها بالجنج بوردر دينوتينج سوفت كونسيستنسي. لما اجي اسالك ايه دليلك ان الورم ده بيناين؟ كابسوليتد هوموجينس كات سكشن، نو هيموريج، نو نيكروزس. اما اجي اسالك ايه دليلك على ان الورم ده سوفت؟ عشان دي راوندد بوردر او بالجنج بوردر. تمام. طيب في مشكله فيها؟ طبعا لو شاور بالسهم بره ده الكبسول، ولو شاور جوه ده اللي يلوش اند لوبيوليتد كات سكشن. وطبعا تقول لي المقاس بتاعها، المقاس دي تبع الحاجات الكبيره من 7 ل 10 سم. تمام. بعد كده اخر جار عندنا جار بتاع ورم حميد برضو، بس طالع من السكال، طالع من البون. ادي يا ولاد السكال اهي، ادي دي السكال. تمام. وادي الورم اللي طالع من السكال، ده ورم حميد. الورم الحميد اللي بيطلع من بون بسميه اوستيوما. اوستيوما يعني ورم حميد طالع، اوستيو يعني بون، واوما هو ورم حميد. فاوستيوما يعني ورم حميد طالع منين؟ من البون. طيب يبقى انا عندي السبيسيمن هنا سكال بون. طب ايه وصف الورم الحميد ده؟ هل كابسوليتد ولا نوت كابسوليتد؟ نوت كابسوليتد. ليه؟ طالع من على سيرفس، هيجيب الكبسول منين؟ دي حاجه من على سيرفس، يبقى اولا ان هو نوت كابسوليتد. طب ايه وصفه؟ الاوستيوما اللي بتطلع من السكال بون ليها اسم بيسموها ايفوري اوستيوما او كومباكت اوستيوما. كلمة ايفوري يعني لونها ايفوري وايت. يعني ايه ايفوري وايت؟ عارفين سن الفيل اللون بتاعه اللي هو لون الابيض الاوف وايت ده، بتبقى لونه بالظبط، عشان كده بيسموها ايفوري وايت. تمام. يبقى انا عندي اولا الماس ده هي كابسوليتد ولا لا؟ نون كابسوليتد ماس، لونها ايفوري وايت. تفتكروا هارد ولا سوفت ولا فيرم؟ طبعا هارد، ده عظم، يبقى دي هارد انكونسستنسي. طبعا في حاجه كده مجرمه معرفش جايبينها منين، بيقولوا ان اللاين ده لاين اوف مانوال سوينج، يعني كان واحد بيحاول ايه يعملها بالمنشار. ما انا ما يعني انا ما اعرفش بيعملوا الحاجات دي ازاي، بس عندنا فلازم نبقى ايه عارفينها. يعني فايه لو شاور لك بالسهم ده على اللاين اللي هو عند البيز ده، عند ادي الماس، طب الحته اللي هي تحت الماس دي ايه؟ ده لاين اوف مانوال سوينج. يعني ايه مانوال سوينج؟ امسحها. يبقى اللاين ده اللي هي عند البيز بتاع الماس ده، اللاين ده بيقولوا لاين اوف مانوال سوينج. يعني ايه مانوال سوينج؟ كان واحد بيحاول يشله الماس بالمنشار مع يعني يوسف براح. نعم يوسف براح اكيد. او واحد قريب. يبقى انا عندي هنا السبيسمن عباره عن ايه؟ بارت من سكال بون. ايه الدايجنوستس بتاعنا؟ حاجه اسمها اوستيوما، نوع اسمه ايفوري اوستيوما او كومباكت اوستيوما. ايه وصفها؟ ان انا عندي ماس، الماس دي جلوبولر يعني حاجه عامله بالجين كده، ولونها ايفوري وايت، وهارد انكونسستنسي، وتحت الماس في لاين اوف مانوال سوينج. تمام. طيب يبقى احنا خدنا، طبعا لما يجي سؤال عندي هنا هيشاور لي على يا اما الماس ووصفها، يا اما يشاور لي على اللاين اوف مانوال سوينج، يا اما يقول لي النيتشر اوف ذيس ليجن، اقول له ده ايه؟ بيناين تيومر. يبقى ايه العشر جرات اللي احنا خدناهم النهارده؟ نجمعهم كده بقى مع بعض. اسمعوني بقى عشان اديكم بريك دقيقه. اول حاجه في الجارات، نسمع بقى الملخص. اول حاجه في الجارات خدنا كام جار؟ خدنا 10 جارات. 2 هارت اللي هو فايبرينس بيريكاردايتس وبيريكارديال فايبروز اند اديجن، 3 لونج اكيوت لونج ابسس، كرونيك لونج ابسس، لوبر نيمونيا. اخذنا بعد كده جار بتاع الابنديسايتس وسبيرفريشن، جار بتاع ليفر سيروزس، وثلاثه بيناين تيومرز اللي هم مين؟ انتستاينال فايبروما و
الليبوما ومين والايفوري اوستيوما او الكومباكت اوستيوما. ايه اهم حاجه هنعرفها في الجار؟ اولا ايه هي السبيسمن، تاني حاجه الوصف، ثالث حاجه الدياجنوزس. ولو انا عندي امكانيه اقول سايز اقول، ما انساش اقول. تمام. طيب ايه اهم حاجه في الجار تاني؟ الاسهم بتاعه الجار والاسئله اللي ممكن تيجي في الداتا شو. الجار بيجي لنا ازاي في الامتحان؟ داتا شو فقط، مفيش جار بيجي لك قدامك. تمام. يبقى الجار بيجي لك زي ما درسته في السكشن، داتا شو بس. اول جار عندنا فايبرينس بيريكاردايتس. ازاي اعرف ان اللي قدامي ده فايبرينس بيريكاردايتس؟ الجار الوحيد اللي فيه قلب مقفول. اول ما اشوف قلب مقفول في الامتحان يبقى ده فايبرينس بيريكاردايتس. السبيسمن عندي كلوزد هارت. الوصف بتاعه ذا هارت شوينج البريكارديان فيه ايه؟ فايبرينس بيريكاردايتس. استدعي على طول السكيم بتاع الفايبرينس انفلاميشن ان سيروس ممبرين. هقول ايه؟ ان البريكارديان شوينج دال اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت تو يلوش فايبرين ديبوزيشن دايجنوزس فايبرينس بيريكاردايتس. النيتشر اوف انفلاميشن هنا، النيتشر اوف انفلاميشن ان هي اكيوت نون سابريتيف فايبرينس انفلاميشن. ده السهم ده بيشاور على ايه؟ بيريكارد. ده بيشاور على ايه؟ الجزء اللي فيه فايبرين ديبوزيشن. بعد كده الجار اللي بعده، الجار بتاع البريكارديال فايبروس اند ادهيجن. السبيسمن عندي اوبن هارت. الوصف اولا كارديك تشامبر فيها هايبرتروفيو دايلاتيشن، البريكارديال شوينج فايبروسس اند ادهيجن. الدايجنوزس كارديك تشامبر هايبرتروفي اند دايلاتيشن وبريكارديال فايبروسس اند ادهيجن. الفايبروسس والادهيجن في سيروس ممبرين ليه كومنت ليه وصف؟ لا هو زي ما هو. طيب ايه هنا النيتشر اوف ذا ليجن؟ ان هو ماله كرونيك انفلاميشن، كرونيك انفلاميشن. طيب السهم الاولاني بريكارديال فايبروس اند ادهيجن، السهم الثاني ده مين؟ دايليتد كارديك تشامبر. بعد كده ثلاث جارات بتوع اللانج. اول جار عندي الجار بتاع الاكيوت لانج ابسس والسوبر امبوزد جانجرين. عرفت منين ده جار بتاع الاكيوت لانج ابسس؟ ان انا عندي جار فيه مالتيبل كافيتيز. اول ما اشوف المالتيبل كافيتيز بتاعه طول مين؟ الاكيوت لانج ابسس. السبيسيمن اللي عندي سكشن ان لانج. الجار ده من الجارات الكومنتاتها طويله، فهعمل ايه؟ هحفظ دايجنوزس واحوله ليه وصف. اول حاجه في الدايجنوزس انا عندي مالتيبل اكيوت لانج ابسيسيز، وثلاث حاجات اوعى انساهم. اولا سوبر امبوزد جانجرين، ثانيا بلورال فايبروزس اند ادهيجن، ثالثا هايلر ليمف نود انلارجمنت. طيب اولا المالتيبل لانج كافيتيز او المالتيبل لانج ابسيسيز ايه وصفها؟ ان انا عندي اللانج شوينج مالتيبل كافيتيز، السايز بتاعها اباوت 3 سم ان دايامتر، اللايننج بتاعها از يلوش شريدي نيكروتيك ويز بلاكش فوساي اوف سوبر امبوزد جانجرين. ذا بلورا شوينج فايبروس اند ادهيجن ملهاش كومنت، والهايلر ليمف نودز ار انلارجد. السهم بيشاور لي على ابسس كافيتيز وذ شريدي يلوش نيكروتيك لايننج، يا اما الجزء بتاع الجانجرين يا اما الجزء بتاع البلورال فايبروس اند ادهيجن. وات از ذا نيتشر اوف ذيس ليجن في اللونج؟ هنا ايه؟ اكيوت سابريتيف انفلاميشن لوكالايزد ولا ديفيوز؟ لوكالايزد، ان ده ابسس. بعد كده الجار اللي بعده الجار بتاع الكرونيك لونج ابسس. عرفته منين؟ لونج فيها كافيتي واحد بس. اول ما اشوف كافيتي واحد وده كرونيك لونج ابسس. السبيسيمن عندي بارت من اللونج. الوصف ان انا عندي اللونج فيها لارج كافيتي حوالي 10 سنتيمتر ان دايامتر. الكافيتي ده الوول بتاعه ثيك وول واللايننج بتاعه سموث لايننج. هعمل ايه ده؟ عامل كومبريشن كولابس ليه بقيه اللونج لوب. يبقى انا عندي هنا ايه ده؟ هي دي في كومبريشن كولابس في اللونج لوب. تمام. والفلورا فيها ايه؟ فايبروزس اند ادهيجن. يبقى الدايجنوزس بتاعي كرونيك لونج ابسس ويز فلورال فايبروزس اند ادهيجن. السهم بيشاور يا اما على سموث لايننج يا اما على ثيك وول بتاع الابسس كافيتي يا اما على الكولابسد لونج لوب يا اما على الفلورال فايبروزس اند ادهيجن. والنيتشر اوف ذا ريجن هنا مالها؟ كرونيك انفلاميشن. بعد كده
الجار الثالث الجار اللي مقسوم بالورد ده في الوان مختلفه، يبقى ده على طول ايه؟ لوبر نيمونيا. السبيس من عندي سكشن ان لونج. الوصف بتاعنا اولا اللوب اللي فيها لوبر نيمونيا وصفها انها مالها سوولن جريش كونسوليديتد، البوردرز مالها شارب بوردر دينوتنج فيرم كونسستنسي، بقيه اللوبس ار نورمال شوينج انتراكوزس. طب الكفرنج بلورا فيها بلور فايبرينس بلوريزي، يعني ايه بلوريزي؟ يعني انفلاميشن في البلورا، ما بسمهاش بلورايتس بسميها بلوريزي. فايبرينس بلوريزي ايه الكومنت بتاعها؟ زي الفايبرينس انفلاميشن بتاع سيروس ممبرين، ان البلورا شوينج دال اوبيك ريتيكيوليتد جريش وايت تو يلوش فايبرنت ديبوزيشن. الدياجنوزس عندي هنا لوبر نيمونيا ويز بلورا فايبرينس بلوريزي. تمام، الاسهم تشاور على اللوب اللي فيها نيمونيا، اوصفها بالتفصيل سوولن كونسوليديتد جريش. الاثنين لوبس اللي فوق مالهم؟ فيهم انتراكوزس، البلورا مالها فايبرينس بلوريزي. وات از ذا نيتشر اوف انفلاميشن ان ذيس ليجن؟ مالها اكيوت نون سوبرتيف فايبرينس انفلاميشن. الجار ده فيري امبورتنت، لازم ينزل في الامتحان، الجار ده مهم جدا ناخد بالنا منه. طيب بعد كده جار في الابندكس، وفيها عرفتها منين؟ من الخرم اللي هو البرفوريشن اللي تحت ده. ده الجار ايه الدايجنوزس بتاعنا او ايه اول حاجه السبيسيمن؟ سكشن ان ابندكس. الابندكس فيها ايه؟ فيها اكيوت ديفيوز سوبرتيف انفلاميشن. اي سوبرتيف انفلاميشن في اورجان بيكون اللايننج بتاع الاورجان ماله؟ يلوش نيكروتيك وشريدي زي بتاع الابسس بالظبط، بس بدل ما هو جوه كافيتي جوه مين؟ بقى جوه اللايننج بتاع الاورجان. يبقى انا عندي هنا بقول ان انا عندي اللايننج بتاع الانتستين او الابندكس مالها شريدي يلوش اند نيكروتيك، والتيب بتاع الابندكس شوينج بيرفوريشن. اني بيرفوريشن في الجي اي تي وراها على طول سيبتيك بريتونايتس. ايه الكومنت بتاع سيبتيك بريتونايتس؟ البروتونيه ماله شوينج يلوش اكسوديت. ايه يلوش اكسوديت ده؟ صديد بس. تمام، طيب يبقى انا عندي هنا سكشن ان ابندكس زي لايننج از شريد يلوش نيكروتيك وفيها كونجيشن وهايبريميا عشان دي اكيوت انفلاميشن، والتيب فيها بيرفوريشن والبروتونيوم فيه سيبتيك بريتونايتس بين قوسين يلوش اكسوديت على البروتونيوم. الدايجنوزس بتاعنا اكيوت ديفيوز سوبرتيف ابنديسايتس ويز بيرفوريشن اند سيبتيك بريتونايتس. السهم يشاور على الاومنتوم اللي بيحاول يتجمع حوالين الابندكس علشان يمنع انتشار الانفلاميشن، يا اما على اللايننج اللي جوه اللي هو يلوش وشريدي ونيكروتيك، يا اما على التيب اللي فيها ايه؟ اللي فيها بيرفوريشن. What is the nature of inflammation of lesion in this specimen? Acute diffuse suppurative inflammation. بعد كده جار بتاع ليفر. السبيسيمن عندي ليفر سلايس. لما اجي كومنت على الليفر اولا سايز، انا عرفت منين ان ده ليفر سيروزس؟ اول ما اشوف النوديولز الكور دي على طول ده ليفر سيروزس. طيب اول ما عرفت ان ده ليفر يبقى كومنت اولا على سايز. سايز هنا ماله؟ ريديوز. طيب الكات سكشن والاوتر سيرفيس فيهم نوديولز نودولار. طب والبوردرز بتاعتها مالها؟ شارب بوردر دينوتنج فير كونسستنسي. الكات سكشن والاوتر سيرفيس ار نودولار فيهم ريجينريشن نوديولز، وابدا اوصف ريجينريشن نوديول. تايني نوديول من 1 ل 2 ملي، لونها جريش سراوندد باي فايبروزس، والدايجنوزس بتاعي ليفر سيروزس. تمام، السهم يجي يشاور لي على النوديولز دي ويقول لي اوصفها، والنيتشر بتاعي ده عباره عن ايه؟ كرونيك انفلاميشن او هيلينج باي فايبروزس. بعد كده جارات ال بيناين تيومرز. اول حاجه اسالها لنفسي في البيناين تيومر هو كابسوليتد ولا لا، وكلهم الكات سكشن بتاعهم ماله؟ هوموجينس. طيب ده عندي هنا السبيسيمن سكشن ان انتستين شوينج ايه؟ الماس. الماس دي جلوبولار جريش وايت هوموجينس كات سكشن وكابسوليتد وكفرد باي انتكت كبسول. واوعى تنسى دونت فورجيت الايفكت بتاع الماس على الانتستين. البروكسيمال بارت بتاع الانتستين ماله؟ دايليتد اند هايبرتروفايد ديو تو كرونيك انتستينال اوبستراكشن، والدايجنوز بتاعي انتستينال فايبروما ويز كرونيك انتستينال اوبستراكشن. الماس هنا يشاور عليها، يشاور على الانتكت ميكوزا اللي كفرنج الماس، او يشاور على البروكسيمال بارت اللي فيها هايبرتروفي دايليتيشن. الاسئله
ايه دليلك انها بيناين كابسوليتد وويل ديفايند او تمام ومالها والكات سكشن بتاعها ماله هوموجينس كات سكشن ويز نو هيموريدج اند نيكروزس. طب ايه الكومبليكيشنز اللي انا عامله كرونيك ستاينال اوبستراكشن. بعد كده الماس اللي لونها اصفر دي عباره عن ايه؟ لايبوما. السبيسمن سوفت تيشو ماس مش قادر تجمع سوفت تيشو ماس والسكشن ان ماس وخلاص. الماس دي مالها؟ اولا كابسوليتد الكات سكشن بتاعها هوموجينس يلوش اهم كلمه لوبيوليتد والبوردر بتاعتها مالها راوندد او بالجينج بوردر دينوتنج سوفت كونسيستنسي والسايز بتاعها حوالي 10 سنتي تمام. والدياجنوستس بتاعنا لايبوما. ايه دليلك انها بيناين؟ اولا كابسوليتد الكات سكشن ماله هوموجينس كات سكشن مفيش هيموريدج ولا نيكروزس. رافايل ليه الكات سكشن ده يلوش؟ عشان فيها فات اكسس فات تمام. ليه ايه دليلك ان الكونسيستنسي سوفت وجود مين البالجينج بوردر او راوندد بوردر. بعد كده اخر واحده عندي هنا السبيسمن سكشن في السكال سكال بون. طيب عندنا ايه هنا فيها ماس الماس دي وصفها انها بالجينج او جلوبولار ماس لونها ايفوري وايت وهارد ان كونسيستنسي ويز لاين اوف مانوال سوينج والدياجنوستس بتاعي اوستيوما او كومباكت اوستيوما او ايفوري اوستيوما. لو شاور دي يبقى دي الماس لو شاور هنا يبقى دي مين اللاين اوف مانوال سوينج. الماس دي بيناين ولا مالجنت؟ النيتشر بتاعها ايه؟ بيناين تيومر تمام. فيه مشكله؟ طيب دقيقتين وهنكمل الاربع شرايح. حد عنده سؤال فيهم؟ يلا هناخد بقى السلايدز. هما اربع سلايدز ومعاهم يعني اربعة بلس اتنين اتنين كده يعني مفهومش حاجه يعني. طب اول شريحتين كده شرايح الاكيوت انفلاميشن اللي هي الاكيوت انفلاماتوري سيلز والكرونيك انفلاماتوري سيلز. وده خلاص احنا يعني حاجه زي كده اقل من مستوانا بكتير بقى خلاص احنا يعني عدينا. يعني لما يجيب لنا شريحه زي ده هي والاقي خلايا كده النوكلياي بتاعتها سيجمنتد كده يبقى دي مين نيوتروفيلز اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت على طول. يبقى لما الاقي شويه خلايا نيوتروفيل اللي هي شايفين تحس كده النيوكليس متقسمه ثلاثه تمام. اول ما الاقي النيوكلياي سيجمنتد يبقى دي مين نيوتروفيلز ودي اكيوت انفلاماتوري سيل. فيها مشكله بيجوا الاثنين مع بعض؟ بيجوا الاثنين مع بعض عشان لازم يكبر لك على الايه عشان هنا الصغيره دي مش باينه فلازم يكبر تمام. وطبعا الحاجات الاستراكشرز اللي في النص دي البيسلز اللي هي البيسلز اللي هي الكونجستد بتاعت الاكيوت انفلاميشن. بعد كده الكرونيك انفلاماتوري سيلز الحاجات اللي هي عامله كانها نقطه دي نقطه كده يعني السيتوبلازم بتاعها مش باين مجرد نقطه زرقاء دول مين؟ دول الليمفوسايتس. لكن الخلايا اللي بتكون النيوكليس كده واخده جنب بريفرال نيوكليس والسيتوبلازم او الكروماتين بتاعها كارتوين هقول لكم ايه كارتوين دلوقتي وبقيت السيتوبلازم واخد جنب تاني يبقى دي مين؟ بلازما سيلز. يبقى احنا عندنا كده الانفلاماتوري سيلز كام واحده؟ اولا الجينا يا اما انفلاماتوري سيلز اللي هي بتكون النيوكلياس بتاعتها لوبيتد كذا لوب يبقى دي على طول مين نيوتروفيل. طيب لو الخليه عباره عن نقطه زرقاء بس والسيتوبلازم بتاعها مش باين يبقى دي مين ليمفوسايت. طيب لو الخليه عندي النيوكلياس بتاعتها ايه السيتوبلازم اهوت تمام والنيوكلياس بتاعتها واخده جنب كده ادي النيوكلياس اهي تمام تكون بريفرال نيوكلياس والكروماتين بتاعها كارتوين. يعني ايه كارتوين؟ عامله زي عجله العربيه الكارو اللي هي بتكون عارفين العجله اللي بتبقى عامله كده دي عارفينها هو ده شكل الكروماتين بتاع النيوكلياس فبيسموها كارتوين. وبقيت السيتوبلازم لونه ايه؟ بينك كده وواخد جنب ده مين؟ بلازما سيلز. بس مفيش حاجه شريحه ساعات بتجيلك هديه سبوت دايجنوزس تاخد عليها الدرجه. لقينا لوبيتد نيوكليس يبقى دي نيوتروفيلز اكيوت انفلاميشن الخلايا اللي هي النقط الزرقاء دول مين؟ ليمفوسايت والخلايا اللي هي السيتوبلازم بتاعها واخد جنبه النيوكليس واخده جنب دي مين؟ بلازما سيلز ودول كرونيك انفلاماتوري سيلز. فيهم مشكله؟ دي شريحتين هديه كده لو جم في الامتحان. ندخل بقى في الشرايح بتاعتنا علشان نعرف كويس
نوصف او نحفظ الكومنت بتاع شريحه بنعمل ايه؟ زي ما انا قلت لكم، اول حاجه بشوف الحاجات دي مين دول. دي صوره الشريحه اللي في الاطلس اللي هي بتجيلي في الداتا شو، تمام؟ طيب تاني حاجه عايز احفظ الكومنت. انا مش عارف احفظ الكومنت في البتاعه دي عشان اصلا مش اللي قدامي ده كله حاجه بينك فازرق او بينك، بس مش عارف تفاصيلها. عشان احفظ الكومنت هبص على الصوره اللي مرسومه بالايد فيها كل تفاصيل الكومنت. طيب الكومنت بتاعي بنمشي في ثلاث مراحل. اول مرحله سكشن ان كذا، انا في اني اورجان، سكشن ان انتستين ولا ان ابندكس ولا ان ليفر ولا ان ايه بالظبط. يبقى اول حاجه سكشن ان كذا. تاني حاجه شوينج، شوينج ايه بقى؟ شوينج اكيوت انفلاميشن ولا كرونيك انفلاميشن ولا مالجنت تيومر ولا بيناين تيومر، ايه اسم الكونديشن كده ايه باختصار. تالت مرحله مرحله ان ذا فورم اوف، اللي هي مرحله بوصف بقى بالتفصيل. يبقى لما باجي بكتب كومنت على شريحه بمشي في ثلاث مراحل علشان اوصل. اولا سكشن ان كذا اسم الاورجن، شوينج كذا اللي هي الكونديشن قدامي اللي هي نيتشر اوف ذا ريجن، تمام؟ وبعد كده تالت حاجه ان ذا فورم اوف اللي هو بقول الوصف. ونفس الكلام ما قلنا في الجار، كل حاجه ليها السكيم بتاعها. لو مشينا على السكيم مع الرسمه هنلاقي نفسنا ان احنا انجزنا الموضوع بسرعه والكلام ثبت في دماغنا. في حد من بيقول لي مثلا في الكتاب مكتوب ان البريتونيوم بتاع السيبتك بريتونايتس مكتوب ان هو براونش، هتلاقيه في حته ثانيه يلوش وهتلاقيه في حته ثانيه ما اعرفش لونه ايه. احنا نفس حاجه واحده، انت هتلاقي الكلام متنوع في الكتاب في نفس الليجن، نفس الليجن هتلاقيه مكتوب هنا حاجه ومكتوب في ناحيه ثانيه حاجه، انت كده هتلخبط نفسك. احنا بنوحد الحاجه عشان انت ترتاح، وفي الاخر اللي هتكتبوه ان انا بقول يعني اللي انا بقوله لك ده السكيم ده صح، تمام؟ فاحنا بنوحد الحاجه علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نعرف نحل كويس في الامتحان. ما احفظش هنا دي لونها براونش وهناك يلوش وهناك ما اعرفش ايه، ما ينفعش كده، انا هلخبط نفسي ومش هفتكر حاجه في الامتحان. تاني حاجه عايزه حاجه لا، هو اصلا ما ينفع، ما فيش باص لونه براون، الباص لونه يلوش، تمام؟ ده البروتونين ايه؟ لا عادي، مش بيفهم. المهم ان انت عامله كومنت على بروتونين، عامله كومنت على الاورجان، عامله كومنت على يعني عامله واخده كل حاجه كاتبه عنها. ايه؟ البوينتس نفسها الرئيسيه اكتر من التفاصيل. المهم خلي بالنا بقول لكم احنا بنكتب الوصف ان احنا لازم قدامنا الرسمه. الموضوع في الاول هياخد منك شويه وقت، بس الوقت اللي هتاخده في المذاكره اول مره هيريحك جدا بعد كده، خلاص هتبقى حاجه ثبتت في دماغك واستحاله تنساها. فالطريقه دهيت هتاخد وقت معاك في اول مذاكره، بس هتنجز معاك وقت كبير جدا بعد كده. لو ذاكرت بنظام ان انا هحفظ كل حاجه تحت الصوره وخلاص، ده هنجز وكل حاجه وهخلص مذاكرتي خمس دقائق اكون مخلص الاربع شرايح، بس بعد كده هبذل مجهود مضاعف عشان افتكر انا كنت قايل فيهم ايه. وكل ما الموضوع يزيد معايا وازود سلايدز كل ما هنسى اكتر. فارجوكم الطريقه اللي بقول لكم عليها دي يعني لازم نتبعها عشان خاطر نفتكر في الامتحان، تمام؟ طريقه الرسمه هي دي اللي هتحفظنا كويس الكومنت. وانتوا بعد كده هتيجوا تقولوا لي ان انتوا يعني ان شاء الله قبل الامتحان، لما لو انت دلوقتي مثلا في المحاضره سمعتها روحت البيت بس قريتها، بس قريتها بس، صدقوني هيفرق جدا جدا معاكم في الامتحان. وهتيجوا تقولوا لنفسكم احنا وقت الامتحان كنا مرتاحين جدا، غيرنا اللي اجل العملي وذاكروا في الاخر وما ذاكروش بسكيم هيبقى تعبان جدا. لكن احنا بذلنا شويه مجهود ان احنا نسمع المحاضره وروحنا بس قريناها بس في ربع ساعه، صدقوني لو دي اتقرت اول ما تروحوا البيت النهارده مش هتاخد منكم اكتر من ربع ساعه، العشر جرات والاربع شرايح. وقت الامتحان هيبقى فرق فظيع. وعمل الباثولوجي اللي بيبقى عامل رعب للناس، عمل الباثولوجي عامل رعب معرفش ليه، هتلاقوه ولا حاجه ماشي، هيبقى كله ماشي بسكيم كده في ثانيه بلاقي نفسي خلصت.
فاول شريحه بقى هناخدها النهارده شريحه مين؟ الابنديسايتس. والشريحه دي ما اسمهاش ابنديسايتس، دي ليها اسم رباعي اسمها ايه؟ اكيوت ديفيوز سوبريتيف ابنديسايتس. يبقى الشريحه الاولانيه عندي اكيوت ديفيوز سوبريتيف ابنديسايتس. ناخد بالنا بقى اي اكيوت انفلاميشن، اي اكيوت انفلاميشن عندنا تحت الميكروسكوب هكومنت عليه ازاي؟ اي حاجه فيها اكيوت انفلاميشن لازم يكون فيها اكيوت انفلاماتوري سيلز. يبقى السكيم بتاع الاكيوت انفلاميشن لازم يكون عندي اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هما مين؟ نيتروفيلز مع ماكروفاجز. ايه كمان؟ يكون عندي ايديما اللي هو اكسوديت، ويكون عندي ايه؟ كونجستد بلاد فيزل. يبقى دول لازم اكتبهم في اي اكيوت انفلاميشن. اي اكيوت انفلاميشن لازم يكون فيها اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هما النيتروفيلز اند الماكروفاجز، ومعاهم الايديما اللي هو الاكسيوديت، ومعاهم ايه؟ كونجستد فيزل. لو الانفلاميشن اللي عندي سابيرتيف هزود حاجه، ولو نون سابيرتيف هزود حاجه. لو الانفلاميشن عندي انفلاميشن سابيرتيف يعني فيها صديد، يبقى هزود مع الانفلاماتوري سيلز كلمه باس سيلز. مين هم الباس سيلز؟ اللي هم ديد نيوكليس، دول موجودين فين؟ في السابيرتيف انفلاميشن بس. لو الانفلاميشن اللي عندي نون سابيرتيف يبقى هزود معاهم وجود مين؟ الفايبر. يبقى انا عندي في سكيم لاي اكيوت انفلاميشن، ان الاكيوت انفلاميشن يكون فيها اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيوتروفيلز اند ماكروفاجز، ومعاهم الاكسوديت اللي هو الايديما، ومعاهم كونجستد فيسلز. ولو الانفلاميشن دي سابريتيف هزود مع الخلايا دي باس سيلز، ولو نون سابريتيف هزود ايه؟ فايبر. تمام كده؟ لما نيجي نطبق الكلام ده على الابندكس اللي فيها acute diffuse suppurative inflammation، acute inflammation يعني فيها الحاجات دي، suppurative يعني فيها بس، diffuse يعني الانفلاميشن واخد كل اللايرز بتاعت الايه؟ الابندكس. طب ايه هما اللايرز بتاعت الابندكس؟ هل الرسمه واضحه لينا ولا مش واضحه؟ لو معاكم، لو معاكم ممكن لو تفتحوا التليجرام وتفتحوا البرزنتيشن عشان تشوفوا الرسمه معايا. اولا اللايرز بتاع الابندكس، الابندكس زي ما قلت لكم من شويه ده كولون طالع منه مين؟ ابندكس، وليها اليومن في النص. لما باجي اقطعها بالطول طلعت زي ما احنا شفناها من شويه في الجار. طب الابندكس دي لو خرطتها كده زي كاني ماسكه خياره وبقطعها ترانشات هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى السكشن عامل ازاي؟ مدور راوند سكشن. يبقى اولا السكشن لما بقطعه ترانشات كده هيكون ماله؟ راوند سكشن. وفي نص الراوند سكشن فيه ايه؟ ليومن، فيه الفراغ. فعلشان كده الابندكس هيكون في النص عندي فيه الفراغ الابيض ده اللي هو الليومن، وبعد كده بعد الفراغ تبدا اللايرز بتاعت الابندكس. انتوا خدتوا الهيستولوجي بتاع الابندكس ولا ما خدتوهوش؟ اول لاير عندي بيكون فيه مين؟ الميوكوزا، اللي هم شويه الجلاند دول اللي هم بيكونوا مالهم جلاند كده مدوره ولايند باي كولامنر ميوسين سكريتنج سيل. بعد كده اللاير البينك دي اللي فيها مين؟ اللي هي الساب ميوكوزا، والساب ميوكوزا في الابندكس كاركترايزد بوجود ليمفويد فوليكنز. هلاقي اللي هي الكور الزرقاء دي اللي هم اجريجيتس من الليمفوسايتس، دي طبيعيه موجوده في الابندكس. وبعد كده اللاير بتاعت مين؟ المصل اللي هي الانر سيركولار اوتر لونجتيودينال. وبعد كده اللاير الخارجيه اللي بره خالص اسمها السيروزا، السيروزا دي البروتونيوم اللي بيكفر الابندكس. يبقى انا عندي كام لاير؟ اولا النيومن اللي في النص، بعد كده الميوكوزا، بعد كده الساب ميوكوزا اللي فيها الليمفويد فوليكلز، وبعد كده مين؟ المسل لاير، وبعد كده اللي هم مين؟ السيروزا. تمام؟ طيب بما ان الانفلاميشن ديفيوز يبقى السكيم اللي احنا قلناه بتاع الاكيوت سابريتيف انفلاميشن لازم يكون موجود فين؟ في كل الول، في الميوكوزا والساب ميوكوزا والمسل لاير والسيروزا. يبقى لما اجي اوصف الابندكس دي هقول سكشن ان ابندكس شوينج اكيوت ديفيوز سابريتيف انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه بقى؟ ان انا عندي كل اللايرز فيها الاكيوت سابريتيف انفلاميشن. بدل ما اقول ميوكوزا ساب ميوكوزا مسل لاير سيروزا هستبدلها بكلمه واحده، كلمه ايه؟ ترانز ميورال. يعني ايه كلمه ترانز ميورال؟ ترانس ميورال يعني واخد كل الول،
واخد الميوكوزا والسب ميوكوزا والماسل لير والسيروزا. يبقى هقول ان انا عندي الابندكس شوينج ترانس ميورال ايه اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيوتروفيلز وماكروفاجز وباس سيلز معاهم كونجستد فيسلز ومعاهم شويه اديما فلويد اللي هو البينك اكسيوديت ده. تمام. ما انساش حاجه ان الميوكوزا بتبقى ulcerated. يعني ايه ulcerated؟ يعني ساعات الميوكوزا تبقى واقعه عشان ده انفلاميشن. فساعات الميوكوزا تبقى واقعه. طبيعي الميوكوزا لما تقع بقايا الميوكوزا تقع فين؟ جوه اليومن. تمام. فاليومن فيها نيكروتيك ديبري. يعني ايه نيكروتيك ديبري؟ بقايا الميوكوزا اللي واقعه. يبقى لما اجي اوصف شريحه الابنديسايتس اولا سكشن ان ابندكس شوينج اكيوت ديفيوز سابريتيف انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه، يا اما اقول ترانس ميورال يا اما اقول الميوكوزا والسب ميوكوزا والماسل لير والسيروزا شوينج اكيوت انفلاماتوري سيلز وافتح قوس مين هم؟ نيتروفيلز وماكروفاجز ومعاهم باس سيلز. اوعى تنسى الباس سيلز وبقيه حاجات الاكيوت انفلاميشن هم مين؟ الايديما فلويد والكونجستد فيسل. اوعى تنسى ان الميوكوزا بتبقى ulcerated واليومن بيكون فيها ايه؟ نيكروتيك ديبري. يبقى الميوكوزا بتقع جوه اليومن فالميوكوزا ulcerated واليومن فيها ايه؟ نيكروتيك ديبري. في مشكله في اللي احنا قلناه؟ طيب يبقى دي اول شريحه عندي شريحه الابنديسايتس acute diffuse suppurative appendicitis section in appendix showing a acute diffuse suppurative inflammation in the form of transmural acute inflammatory cellular infiltrate with neutrophils and macrophages and blood cells معاهم congested vessels وإديما fluid واصلين لغاية السيروزا لغاية اللي هو الايه البروتونيوم من بره. التهاب البروتونيوم ده بيسموه سيروزا reaction. تمام. وبعد كده الميوكوزا فيها ايه؟ فيها ulceration وبالتالي اليومن هيكون فيها necrotic debris. لو مشيت ببوينت كده خلاص الكومنت بالنسبه لي هيبقى زي الفل. ازاي بعرف الشريحه دي في الامتحان؟ ازاي بعرف ان شريحه الابندكس؟ الاثنين دول بيجوا لي في الداتا شو. اول ما الاقي راوند سيكشن يبقى على طول دي مين؟ ابندكس على طول. هي الوحيده اللي واخده الراوند سيكشن بالمنظر ده. سيكشن مدور كده اهو. ادي اليومن اهي دي كده اليومن اللي هي الفراغ الابيض اللي في النص الحاجات اللي وقع فيها دي النيكروتيك ديبري شويه الكور اللي هم الحاجات الاوفال دي دول مين؟ الميكوزا الجلاند. وبعد كده كل اليومن فيها ايه؟ كل سوري الوول فيه اكيوت انفلاماتوري سيلز والحاجات المدوره دي دول مين يا ولاد؟ دول الليمفويد فوليكلز. لو مسكت حته من الوول وكبرت عليها ادي اليومن دي حته كده من اليومن اهي وادي دول من الميوكوزا الجلاند وكل الازرق ده مين؟ الاكيوت انفلاماتوري سيلز. تمام. يبقى هي بتجيلنا في الامتحان الراوند سكشن الصغير ده بعرف منه انا في الابندكس. لو جيت كبرت ادي حته من اليومن اهي وادي الميوكوزا الجلاند اللي هم دول من المدورين وكل النقط الزرقاء دي عباره عن ايه؟ لو كبرت عليها شويه الاقيها الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيوتروفيلز وماكروفاجز وباس سيلز. يبقى عرفنا ازاي بنتعرف عليها راوند سيكشن، عرفنا ازاي بنكتب الكومنت، عرفنا الاسهم بتشاور على ايه. لو الاسهم شاورتني في النص دي نيكروتيك ديبري في اليومن. لو شاورولي على الحاجات دي دول مين؟ ميوكوزا الجلاند. لو شاورلي على اي حته من الوول واقع منها الميوكوزا الجلاند يبقى ده ألسر. ممكن اشاور على كل النقط الزرقاء دي اوصفها ازاي؟ اكيوت انفلاماتوري سيلز بين قوسين نيوتروفيلز وماكروفاجز وباس سيلز. ممكن يشاور لي على الكور دي اللي هي مين؟ الليمفويد فوليكلز اللي هي نورمالي موجوده في الابندكس. يبقى عرفنا ازاي بنتعرف عليها وعرفنا ازاي بنكتب الكومنت بتاعها. طب ايه النيتشر اوف ذا ليجن هنا؟ اكيوت ديفيوز سابريتيف انفلاميشن. فيها مشكله؟ في حد مش فاهم الابنديسايتس؟ بعد كده الشريحه اللي بعدها شريحة inflammation برضو بس من النوع النون سابريتيف inflammation. فاكرين اللوبر نيمونيا اللي خدناها من شوية اللي كان فيها consolidation؟ دي بقى اللوبر نيمونيا بس تحت الميكروسكوب. فاكرين لما قلتلكوا ان في اللوبر نيمونيا الاير اللي موجود في الالفيولاي بيمشي ويجي مكانه مين؟ inflammation. طيب هي اللوبر نيمونيا اي نوع من انواع الانفلاميشن؟ acute و ايه و non
سوبريتيف. هو ايه الكومنت بتاع الاكيوت نون سوبريتيف؟ ان انا عندي اكيوت انفلاماتوري سيلز لما نيتروفيلز وماكروفيجز ومعاهم ايديما وكونجستد فيسل ومعاهم مين اهم حاجه؟ فايبر. الكلام ده بقى عشان عايز اكتبه في الالفيولار او في اللون هنكتبه ازاي؟ احنا يا ولاد عندنا طبيعي ادي النورمال الفيولار، دول كده نورمال الفيولار تمام، وده كده الحته اللي بين كل الفيولاي والثانيه اسمها الالفيولار وول او اسمها ايه الثاني؟ سبتا. الحواجز اللي بتبين الالفيولاي وبعضها اسمها ايه؟ اسمها سبتا. جوه السبتا دي بيكون موجود في ايه جوه السبتا؟ جوه السبتا بيكون في شويه فيسلز، ده طبيعي، ده مكان الفيسلز اللي في اللنج اللي هو جوه السبتا اللي هي الحواجز اللي بتوين الالفيولاي وبعضها. مش احنا قلنا ان في اي انفلاميشن بيكون في كونجستد فيسلز؟ تفتكروا الفيسلز اللي هنا يكونوا فين؟ اللي هما في السبتا او في الول، فطبيعي هلاقي الول تخينه ولا رفيعه؟ تخينه كونجستد. فنخلي بالنا كويس اي شريحه هتجيلك في اللنج تاخد بالك كويس قوي، ده كده سكيم هنمشي عليه. اي شريحه هتجيلك تحت الميكروسكوب فيها لنج لازم هتكتب كومنت على حاجتين، ايه هما الحاجتين دول؟ الالفيولار سبيس نفسه اللي جوه ده، ومين تاني؟ الوول او السبتة اللي بتوين الالفيولاي وبعضها. يبقى اي شريحه فيها الفيولاي على طول السكيم بتاعي افتكر هكومنت على حاجتين، الالفيولار سبيس ومين تاني؟ والسبتة اللي بتوين الالفيولاي وبعضها. طيب لما يجي لي شريحه لوبر نيمونيا هفتكر حاجتين، ايه هما؟ انها لانج يبقى هكومنت على الفيولاي وول، تاني حاجه انها اكيوت نون سوبريتيف فايبرينس انفلاميشن، فافتكر سكيم مين؟ الاكيوت فايبرينس او الاكيوت نون سوبريتيف انفلاميشن. لما اجي اطبق سكيم الاكيوت نون سوبريتيف انفلاميشن في شويه السكيم ده شويه منه هحطهم جوه السبيس وشويه منه هحطه جوه ايه؟ الول. اولا هقول ان انا عندي الالفيولار او الالفيولار سبيس شوين فايبرنت مش ورك، شايفين الشبكه اللي هي الخطوط دي فايبرنت مش ورك انتانجلنج، شايل جواه مين؟ شايل جواه اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم مين ومين؟ ماكروفاجز ونيوتروفيلز، واوعى تقول فاس سيلز لان انا هنا في نون سوبريتيف. يبقى انا عندي الفيولار وول شوينج ايه؟ فايبرنت مش ورك انتانجلنج ال اكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم مين ومين؟ النيوتروفيلز والماكروفاجز. طيب عايزه اقول ان في كونجستد فيسل، هقول كونجستد فيسل فين؟ جوه السبيس ولا في الوول؟ في الوول. يبقى الوول عندي فيها مين؟ فيها كونجستد فيسلز. يبقى لما اجي اعلق بقى اقول الكومنت بتاع كل الشريحه هنا سيكشن ان لونج شوينج اكيوت نون سوبريتيف فايبرينس انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه؟ اولا الالفيولار سبيس شوينج فايبرنت مش ورك انتانجلنج، شايل جواه ايه؟ الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم النيوتروفيلز والماكروفاجز، والالفيولار وول او الالفيولار سبتا شوينج كونجستد فيسل، والدايجنوزس بتاعي لوبر نيمون. تمام؟ يبقى ما تنساش اي لانج على طول وول والفيولار، اي فايبرينس انفلاميشن يبقى على طول فايبرين انتانجلنج اكيوت انفلاماتوري سيلز الماكروفاجز مع الايه النيوتروفيلز ومعانا كونجستد فيسلز ومعانا شويه اديما فلويد او اكسيوديت، طبعا هلاقيهم جوه مين؟ الوول، جوه السبيس اللي هو الالفيولار سبيس. تمام؟ لما نيجي ناخد الرسمه دي ونطبقها على الصوره اللي بتجيلنا في الامتحان، الصوره اللي بتجيلنا في الامتحان اهي، ادي يا اولاد الالفيولار وول اللي هو ده كونجستد، وادي السبيس فيه فايبرين مش ورك وجواه النقط الزرقاء اللي هم مين؟ الاكيوت انفلاماتوري سيلز، وساعات بيكون فيه شويه اكسوديت اللي هو الحاجات البينك دي، وساعات شويه تلاقي فيه شويه ايه؟ ار بي سيز. تمام؟ طيب يبقى الشريحه هنا سيكشن ان لونج شوينج اكيوت نون سوبريتيف فايبرينس انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه؟ ان الالفيولار سبيس شوينج فايبرين مش ورك انتانجلنج الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيتروفيلز وماكروفاجز، وفي شويه اكسوديت او اديما.
والالفيولار وول is second and showing congested vessel والدياجنوزس لوبر نيمونيا. ما يجي في الامتحان يشاور لي على السهم كده في النص يقول لي ده ايه، هقول له ده مين، هقول له ان ده الفيولاي فيها فايبرين مش ورك انتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز. اما يجي يشاور لي على الحيطان اللي بتبين الالفيولاي وبعضها ده مين، دي الفيولار وول سكند اند كونجستد. اما يجي يقول لي وات از ذا نيتشر اوف ذيس ليجن، هقول له ده ايه، اكيوت نون سوبريتيف فايبرينس انفلاميشن. في مشكله؟ حد مش فاهم فيها اي حاجه؟ تمام. بعد كده الشريحه اللي بعدها واللي بعدها هنستخدم نفس السكيم بتاع الفايبرينس انفلاميشن. انا خدت اول واحد فايبرينس انفلاميشن في اللون، تمام، اللي هي اللوبر نيمون. هناخد فايبرينس انفلاميشن في البريتونيوم بقى، مره في البريتونيوم اللي حوالي، مش عارفين البريتونيوم ده بيكفر الابدومينال اورجنز، هناخد فايبرينس انفلاميشن في البريتونيوم اللي حوالين الليفر وفايبرينس انفلاميشن في البريتونيوم اللي حوالين الانتستين، تمام، وهم هم نفس الكومنت، ومش اي تغيير الفرق، بس انا اشيل الليفر واحط انتستين. طيب اول شريحه عندي النونسبريتيف فايبرينس انفلاميشن اللي في الليفر. ازاي بتعرف على الشريحه دهيت؟ بتعرف على الشريحه دي بتجيلي ازاي في الامتحان؟ بتجيلي الصوره دي، بتجيلي في الداتا شو. شريحه مقسومه نصين، ادي النص اللي تحت ده مين، ده نورمال ليفر، تمام، ده كده نورمال ليفر. الجزء اللي فوق ده كده ده البريتونيوم اللي كفرنج الليفر. طبيعي ان البريتونيوم اللي كفرنج الليفر، عارفين الكيس النايلون اللي بتحطوا فيه السندوتشات بتاعتكم، شوفوا رفيع قوي ازاي، هو ده المفروض سمك البريتونيوم. البروتونيوم هنا بصوا تخين قوي ازاي، ليه؟ عشان مليان انفلاميشن. فانا عندي هنا الليفر سليم نورمال ما فيهوش مشكله، المشكله كلها فين؟ في الانفلامد بروتونيوم. فانا بقول اول حاجه انا عندي سكشن ان ليفر شوينج ايه، ادي الليفر سيلز اهي، دول كده الليفر اللي هم الهيباتوسايتس، ودول مين، ده اللي هو البيريتونيوم اللي فيه انفلاميشن. يبقى انا بقول عندي سكشن ان ليفر شوينج acute non-suppurative fibrinous inflammation of the covering peritoneum in the form of ايه بقى؟ ال covering peritoneum showing السكين بتاعي fibrin مش work entangling acute inflammatory cells اللي هم مين؟ neutrophils and macrophages، وفي شويه اديما فلويد اللي هي الفراغات البيضه دي and congested vessel. تمام؟ في مشكله؟ والليفر ماله؟ ليفر سيلز مالها؟ normal hepatocytes. يبقى section in liver showing acute non-suppurative fibrinous inflammation in the covering peritoneum in the form of a normal hepatocyte covered by peritoneum. البريتونيوم فيه ايه؟ fibrin مش work entangling the acute inflammatory cells اللي هم مين ومين؟ neutrophils and macrophages، ومعاهم شويه congested vessel and edema fluid. هيشاور لي هنا ده مين؟ normal hepatocyte. يشاور لي على دول ده مين؟ بريتونيوم في البلاوي اللي احنا قلناها دي كلها. لو شلنا الليفر وحطينا مكانه انتستين، لو شلنا الليفر وحطينا مكانه انتستين اهي. طيب الشريحه دي مش هتلاقوها بس في الكتاب اللي انا بعته لكم، بس هي نفس كومنت بتاع الليفر لان هي نازله جديد السنه دي. تمام. الشريحه دي عندي انتستين، اولا اللي فوق ده دول مين؟ الميكوزا، تمام، ادي اللي هي السمول جلاند اللي احنا زي اللي شفناهم في الابندكس من شويه. بعد كده دي مين؟ دي الساب ميوكوزا. بعد كده دول مين؟ الماسل لاير الانر سيركلر والاوتر لونجيتيودينال. واللي بره ده مين بقى؟ ده البيريتونيوم. كل الانتستين مالها؟ نورمال. المشكله كلها ان البريتونيوم في مين؟ في انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه؟ فايبرين مش ورك انتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ نيوتروفيلز وماكروفيجز، ومعاهم كونجستد فيسلز اند ايديما فلويد. تمام؟ نفس الكومنت هنا بتاع البروتونيوم هو بتاع الليفر، بس هنا حطينا نورمال ليفر وهنا حطينا نورمال انتستين. تمام؟ طيب في الكومنت بقى اللي بيقول لك في شعف سب سيروز الكونكتيف تيشو ما اعرفش فيه، انا يعني ايه وشدد ما اعرفش ايه وشدد مش عارفه إيه. احنا اهم حاجه احفظوا اي حاجه انتوا عايزينها، بس الاساسي المين بتاعي الفايبرين مش ورك انتانجلينج
نيتروفيلز وماكروفاجز مع ايزيبا فلويد وكونجستد فيسل، ده الاساس. اي حاجه بعد كده براحتك احفظها، بس اوعى تنسى الاساس ده. تمام؟ طيب يبقى احنا خدنا لغايه دلوقتي ثلاث شرايح بنفس الكومنت. مين هما الثلاث شرايح دول؟ اللوبر نيمونيا و الفايبرينس بريتونايتس في ليفر، وفايبرينس بريتونايتس فين؟ في انتستين. فيهم مشكله؟ في حد عنده في مشكله في الثلاثه دول؟ بعد كده شريحه المايوكارديال سكار. يعني ايه كلمه مايوكارديال سكار؟ هو الكاردياك ماسل دي لبايل ولا ستيبل ولا بيرمننت؟ بيرمننت، لو ماتت خلاص زي ما قلنا المره اللي فاتت مش هتتجدد تاني. طب افرضوا واحد جاله جلطه على القلب، يعني ايه جلطه على القلب؟ كلمه جلطه على القلب او مايوكارديال انفاركشن يعني جبت كل، احنا مفروض ربنا خلق لنا كل وول من الهارت، تيجي تاخده ان شاء الله اناتومي بتاع الهارت، الهارت متقسم وولز، كل وول من الهارت فيه ارتري بيروح يسبلاي الوول دي، لو واحد من الارتري اسمه ايه؟ كورونري. لو حصل وانا قفلت حصل جلطه في الكورونري اللي رايح يسبلاي مكان معين في الهارت، لو الكورونري ده اتقفل الوول اللي سبلايد بالكورونري ده هيحصل لها ايه؟ هتموت، خلاص مش هيوصل لها بلاد سبلاي فهتموت. فلما الوول دي تموت قطعت عنها بلاد سبلاي فماتت، يحصل لها هيلينج باي فايبروزس، والفايبروزس بيمر بمراحل الجرانيوليشن تيشو فورميشن وبعد كده الفايبروس تيشو واخر مرحله مرحله مين؟ السكار. الشريحه هنا بقى كاردياك ماسل وصلت للمرحله الاخيره اللي هي مرحله ايه؟ السكار. الجزء البينك اللي في النص ده، الجزء البينك اللي هو في النص ده، ده بتاع مين؟ ده السكار تيشو. وحته البسترما اللي حواليه دي عباره عن ايه؟ كاردياك ماسل لسه هتموت، لسه في طريقها انها تتحول للكلام ده، يسموها ديجنريتد كاردياك ماسل او كاردياك ماسل ويز بيكنوتيك نيوكلياي اللي يريحك قول، اهم حاجه انها ديجنريتد قربت تموت يعني. يبقى انا عندي المايوكارديال سكار ده الجزء اللي في النص ده، ده مين؟ ده السكار تيشو. ايه وصف السكار تيشو؟ حاجه هوموجينس بينك، حاجه كلها بينك، في شويه فايبروسايتس، خلي دي بس هتصلحها تخلوها ايه؟ فايبروسايتس اللي هي خلايا انكتيف، خلاص؟ يبقى هم عباره عن هوموجينس بينك وفي شويه ايه؟ فايبروسايتس. ده عباره عن كولاجين لونه بينك. حواليه ايه؟ حواليه دي جنريتد، حته البسترما دي عباره عن ايه؟ دي جنريتد كاردياك ماسل، يعني كاردياك ماسل خلاص قربت تموت. يبقى انا عندي لما اجي اكتب الكومنت بتاع السلايد دي سكشن ان مايوكارديوم شوينج مايوكارديال سكار ان ذا فورم اوف ايه بقى؟ عندي هنا بينك هوموجينس سكار تيشو او كولاجينس تيشو ويز سراوندد باي ايه؟ دي جنريتد كاردياك ماسل. لو ما يشاور لي بالسهم على الحته دي مين؟ ده السكار. مين دول؟ الدي جنريتد كاردياك ماسل. ايه النيتشر اوف ذا ليجن هنا؟ كرونيك انفلاميشن هيلينج باي فايبروزس. تمام؟ في مشكله؟ بعد كده السلايد الاخيره اسهل سلايد عندنا. السلايد دي كلها بيضه كده. اول ما تلاقي سلايد كده كلها بيضه يبقى دي على طول سلايد مين؟ اللايبوما. فاكرين اللايبوما اللي خدناها من شويه؟ اللايبوما اللي احنا خدناها قلنا ده بي9 تيومر طالع منين؟ من اديبوز تيشو. خدوا بالكم بقى. الاديبوز فاكرين المره اللي فاتت لما شرحت لكم الفرق بين الابيثيليوم والميزينكايم؟ فاكرين ولا ايه؟ الابيثيليوم ده عباره عن ايه؟ شويه خلايا ايوه ملزقين في بعض في جنكشن ونايمين على بيزنس ممبرين وليهم ارينجمنت، وخلال الارينجمنت ده بعرفهم لو هم ستراتيفايد سكويمس هلاقي كذا لاير فوق في كيراتين، لو هم كولامنر هلاقيهم خلايا عموديه جواها ميوسين وهكذا. طب مين هو بقى الميزينكايم؟ خلايا سكاترد وبتطلع احنا بتطلع ايه؟ ماتريكس، بتطلع ماتريكس. ده الماتريكس ده بعرف هم ايه؟ يعني لو لقيت اوستيويد يبقى اللي قدامي ده مين؟ بون. لو لقيت هايلاين كارتج يعني ماده زرقاء كده يبقى اللي قدامي ده كارتج. لو لقيت اللي قدامي كولاجين يبقى انا فين؟ في فايبرس تيشو. كل حاجه في الميزينكايم بتطلع ماده، لو هم بون سيل طلعوا حاجه اسمها اوستيويد، لو هم كارتج طلعوا ماده اسمها هايلاين ايه؟ ماتريكس. لو هم فايبروبلاست يطلعوا لي مين؟ كولاجين وهكذا. لو هم اديبوز تيشو
ده الميزيكايم الوحيد اللي بيطلع ماده جوه الخليه مش اكسترا سيلولر، بيطلع لي فات جوه الخليه. فالاديبوستيش ده ميزيكايم بس بيطلع ماتريكس ايه جوه الخليه. نعم ايه؟ لا تمام. بيكون ساعات بيكون حواليه كده حاجات من السبورت فايبرز بتسبورت غير ال غير يعني نيفون. علشان كده اي بيناين او اي ميزينكايمال تيومر عموما، اي ميزينكايمال تيومر سواء بيناين او مالجنان، خدها كده قاعده تمام. اي ميزينكايمال تيومر يعني تيومر طالع من ميزينكايم، من بون، من كارتلج، من فات بقى، لازم هتكومنت على حاجتين، على السيلز وعلى ماتريكس، على السيلز وعلى ماتريكس. يبقى اي ميزينكايمال تيومر سواء بيناين او مالجنان لازم هكومنت على مين؟ على سيلو ماتريكس، مش اللي هو النورمال بتاعه عباره عن خلايا ماتريكس. يبقى التيومر بتاعه بيناين او مالجنان هكومنت على سيلز وعلى مين؟ وعلى ماتريكس. يبقى دي قاعده اي ميزينكايمال تيومر. ماشي، هناخدها قاعده، واتمنى لما يجي ميزينكايمال تيومر كده تكونوا فاكرينها. اتمنى الليبوكرا ده ميزينكايمال تيومر بس بيناين. اول حاجه لما تيجي تاخد بيناين ميزينكايمال تيومر تذكر كده، هي ممكن تبقى كابسيوليت بقى. واحنا قلنا ان كل البيناين تيومر كابسيوليت ما عدا لو هو اكسبشن او لو طالع من سيرفس. ده ولا اكسبشن ولا طالع من سيرفس، ده ايه؟ كابسيوليت. طيب وافتكر ان هو ميزينكايمال، اذا لازم اكومنت على سيلز واكومنت على ماتريكس، وافتكر ان الاديبوس تيشو الماتريكس بتاعه ماله؟ جوه الخليه. فلما اجي اوصف اللايبوما اولا هقول ان انا عندي سكشن ان soft tissue بس showing benign mesenchymal tumor او benign mesenchymal capsulated tumor in the form of ايه بقى؟ هوصف ايه وايه؟ خلايا و matrix. اول حاجه اقول in the form of ان انا عندي proliferated adipocytes، adipocytes عامله proliferation. طيب و separated by سن فايبرس سبتا، كل مجموعه من الاديبوسايتس عامله جروب وبينها وبين بعضها بيكون في ايه؟ سن سبتا كده، امتدادات من الكبسول. تمام؟ طيب الاديبوسايتس دي مالها؟ اولا شوينج ايه؟ accumulation of fat، في accumulation of intracellular fat. الفات ده بيعمل حاجتين، اولا بيدسولف during preparation، لو نيجي نحضر الشريحه الفات ده بيدوب تماما. Give the cytoplasm clear appearance، دي أول حاجة بيعملها. لما بيجي نحضر شريحة بتمر بالبروسيسنج وبخطوات عشان تتحول من تيشو لشريحة، الزايلين اللي بنستخدمه بيدوب الفات، فعلشان كده السيتوبلازم يبان كأنه فاضي، الفات كله بيقع، فعلشان كده أي حاجة جواها فات السيتوبلازم بتاعها يكون ماله؟ كلير. يبقى أنا عندي فيه proliferated adipocytes، السيلز نفسها showing accumulated fat gives the cell gives the cytoplasm a clear appearance. تاني حاجة ان الفات ده بيبوش نيوكليس تو وان سايد، حاجة بتجمع جوه السيتوبلازم عمالة تضغط على النيوكليس، تضغط على النيوكليس خلت النيوكليس على الحرف خالص. فلما النيوكليس بقت على الحرف بقى عندي خلية اهي والنيوكليس على حرف الخلية، فبقت عاملة شبه ايه؟ شبه الخاتم، يسموها سيجنت رينج سيل. يبقى لما اجي اوصف اللايبوما section and soft tissue mass showing benign capsulated growth او benign capsulated tumor in the form of a proliferated adipocytes separated by thin fibrous septa. الاديبوسايتس دي showing intracellular fat accumulation، الفات ده عمل حاجتين، dissolve during the preparation gives the cell clear appearance و push the nucleus to one side gives the cell signet ring appearance. تمام؟ طبعا لما اجي في الامتحان تكون قدامي شريحه زي دي، لو شاور لك دي اللي بتيجي في الداتا شو، اما يجي يشاور على الحاجات دي عباره عن ايه؟ الحاجات اللي هي اللي في النص دي ايه؟ دي السبته. تمام؟ السبته دي عباره عن امتداد من الكبسول، فاللي عندي دي عباره عن ايه؟ سبته. طيب الحاجات الكلير دي كلها مين؟ اللي هي البروليفريتد اديبوسايتس اللي هي ليها كلير سيتوبلازم، فبيدي الايه؟ بيدوب وقت البريباريشن وبيدي السيل شكل الكلير سيتوبلازم وبيديها شكل السيجنت رينج ايه؟ ابييرنس. طيب لما اجي سؤال بيبقى يعني بيتسال كتير قوي في الامتحان، ليه الخلايا دي كلير؟ ليه السيتوبلازم هنا كلير؟ هنقول ايه؟
لان الفات بيدسولف ديورنج البريبريشن. ده سؤال بيتسال كتير قوي في الامتحان. تمام. طبعا لو قال لي ليه الليجر اللي قدامنا بيداين فلازم اقول له ان الحاجات اللي هي اللي احنا متفقين عليها من ايام ما كنا بناخد ايه الجارات من نص ساعه ان هو كابسوليتد وان هو ماله ما فيهوش ولا هيموريدج ولا نيكروزس. تمام. هوموجينس دي في الوصف ماشي. ولازم يعني دايما لما الحاجه بتبقى ليها جار وليها مايكروسكوب انتوا بتتلخبطوا يعني ساعات والله من غير مبالغه يعني بلاقي ناس بتوصف لي في الجار بتاع اللوبر نيمونيا ان الجار فيه ماكروفاجس والله يعني بجد في لخبطه. فنحاول نركز يعني قبل ما اكتب الكلمه افكر هي يعني الماكروفاج دي بشوفها بعينيا ولا تحت المايكروسكوب. سلي التفكير سلي التفكير هتحل المشكله. يبقى خدنا كام شريحه؟ اولا شريحتين هديه. مين هما؟ الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي فيها سيجمنت النيوكليي والكرونيك انفلاماتوري سيل. لو النقطه زرقاء تبقى الليمفوسايتس، لو كارتويل نيوكليس والسيتوبلازما على جنب يبقى دي مين؟ بلازما سيلز. طيب بعد كده دخلنا بقى في الشرايح اللي بجد. اولا شريحه الاكيوت ديفيوز سابت ابنديسايتس. ازاي اعرف اللي قدامي دي ابنديسايتس؟ راوند سكشن. راوند سكشن على طول الوحيده راوند سكشن تبقى ايه؟ ابنديسايتس. طيب بعد كده اما اجي اوصف ده سكيم بتاع ايه؟ اكيوت ايه؟ سابريتيف انفلاميشن اللي هو عباره عن ايه؟ ان انا عندي اكيوت انفلاماتوري سيلز نيوتروفيلز باسلز اند ماكروفاجز ومعاهم كونجستد فيسل اند اديما فلويد. اما اجي اطبق الكلام ده على الابندكس اولا سكشن ان ابندكس شوينج اكيوت ديفيوز سابريتيف انفلاميشن ان ذا فورم اوف ترانس ميورال يعني الميوكوزا والسب ميوكوزا والمصل لير والسيروزا شوينج ايه؟ اكيوت انفلاماتوري سيلولار انفلتريت اللي هم مين؟ نيوتروفيلز باسلز ماكروفاجز ويز كونجستد فيسل اند اديما فلويد. وما انساش ان الميوكوزا فيها ulceration وبالتالي اليومن فيه نيكروتيك دبري. لما يجي السهم يشاور لي دول كده النيكروتيك دبري اللي جوه اليومن دول الميوكوزا الجلال وده التكبير بتاعهم. الحاجات المدوره دي نورمال ليمفويد فوليكلز موجوده جوه الابندكس واي نقط زرقاء من دول فدول مين؟ اكيوت انفلاماتوري سيلز نيتروفيلز باسلز اند ماكروفاجز. طيب بعد كده شريحه اللوبر ليمونيا ده اكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن وكمان شريحه لونج. يبقى انا عندي تو سكيمز سكيم اللونج اللي هو الفيولاي وسبتا وسكيم الاكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن. اولا هقول سكشن ان لونج شوينج اكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن ان ذا فورم اوف ايه؟ اولا ان الالفيولاي شوينج فايبرين مش ورك انتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز نيوتروفيلز اند ماكروفاجز من غير باس سيلز ومعاهم شويه اكسيوليت وار بي سيز والالفيولار وول شوينج ايه؟ كونجيشن. يبقى انا عندي لما يجي يشاور لي في الامتحان سهم على اللي في النص ده مين؟ الفايبرين مش ورك الانتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز ولو شاور لي على الحيطان اللي بتويل الالفيولاي وبعضها يبقى ده مين؟ السبتا. تمام؟ كونجستد سبتا. والنيتشر اوف الليجن هنا اللي هي اكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن. بعد كده شريحتين فيهم ايه؟ بيريتونيل. سواء كان البيريتونيل ده كفر للليفر او كفر لمين هنا؟ للانتستين. في الحالتين الليجن كله في البيريتونيل، الليفر والانتستين مالهم؟ نورمال. طب البيريتونيل ده له في ايه؟ اكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن. هقول انا عندي هنا سكشن ان ليفر شوينج ايه؟ اكيوت نون سابريتيف فايبرينوس انفلاميشن ان ذا فورم اوف اولا ان انا عندي الليفر سيل نورمال البروتونيوم شوينج فايبرين مش ورك انتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز اللي هم نيتروفيلز اند ماكروفاجز ومعاهم شويه ايزيما فلويد اند كونجستد فيسل والليفر هنا نورمال. ده النورمال ليفر وده البروتونيوم. هنا نفس الكلام ده نورمال انتستين نورمال ده الفيلاي ودي سب ميوكوزا ودي الماسل لاير. البروتونيوم هنا في مين؟ في نفس الكلام فايبرين مش ورك انتانجلينج الاكيوت انفلاماتوري سيلز نيوتروفيلز وماكروفاجز معاهم ايديما فلويد وكونجستد فيسلز.
بعد كده الميوكارديال سكور هعرفه منين؟ شريحه فيها جزء منها بينك وحواليها الحته الحمراء دي اللي هي مين؟ الديجنريتيف كاردييك ماسل سكشن ان هارت او مايوكارديا شوينج. اولا سكار تيشو بينك كولاجينس سكار تيشو سراوند باي ديجنريتيد او بيكنوتيك كاردييك ماسل وبيكنوتيك نيوكليار. مش قادر تقول الكلمه دي، قول سراوند باي ديجنريتيد كاردييك ماسل. الجزء اللي هو ده لو شاور لي عليه بالسهم في الامتحان ديجنريتيد كاردييك ماسل. الجزء ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكار تيشو. بعد كده شريحه اللايبوما، شريحه بتقول لها ابيض، تمام. قلنا اللايبوما دي سكيم بتاع بيداين ميزينكايمال تيومر. اي ميزينكايمال تيومر لازم اكومنت على سيل وي ماتريكس. هنا هقول سكشن ان سوفت تيشو ماس شوينج بيداين ميزينكايمال كابسيوليتد تيومر ان ذا فورم اوف ايه بقى؟ بروليفريتد اديبوسايت سيبريتد باي سيل فايبرس سيبتر. اديبوسايت مالها؟ فيلد ويز فات. الفات ديسولف ديورنج بريباريشن gives the cytoplasm a clear appearance و push the nucleus to one side gives the cell a signet ring appearance. تمام؟ في مشكلة؟ في حد مش عارف فرق بينهم؟ حد متلخبط؟ حد لسه محفظش الكومنت؟ يعني اسألكوا في الكومنتات؟ ولا ما اسألكوش؟ ماشي. هناخد راحة ربع ساعة كده وبعد كده نبدأ من ربع لتلت النص ساعة.